تمام. طيب في البداية أنا بحب لكم جميعا وكل المهندسين اللي حضروا معنا الآن، دي دلالة على اهتمامكم وحرصكم على تطوير الذات والتعلم. طيب معلش بس يبدأ. أنا أعتذر بس لأنه كان في شوية عطل فني كده صغير تم معالجته. أرحب بكم جميعا إن شاء الله. معنا في الندوة حيكون معنا إن شاء الله باشمهندس عمر شريف. وموضوعنا طبعا هو الطريق للبيم. كلنا عندنا رغبة طبعا إنه نعرف أكثر عن البيم، يعني كثير من المهندسين بيكونوا مثلا يتعلموا الريفت وبدوا يطبقوا تطبيقات بسيطة في البيم، ولكن بيكونوا تايهين في انه كيف هم يدخلوا عالم البيم بشكل اكبر وشكل اوضح. انا طبعا ما عرفتكم بنفسي في الاول، انا يوسف ماكس من اكاديمية هاي تريننج، ونحن ان شاء الله بفضل الله منظمين الندوة دي تعاون مع انا ما اطيل عليكم، اخلي الميكروفون للبشمهندس سومش تريم، انا حابب بس نحاور معه في بعض الاسئله. فحب اساله اول سؤال واقول له، كثير من احنا كمهندسين بيكون بيجي الريفت لكن حاسس نفسه انه هو ما قادر يشتغل في البيم او ما عارف هو المفروض يعمل شنو عشان يبدا يشتغل في البيم موديلر. فنحب انك طيب دلوقتي انا اعمل برزنتيشن تمام يا باشمهندس بعد اذنك. تمام ان شاء الله نجاوب على السؤال باذن الله اهوت. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن بعد اذنك يا باشمهندس لو سمحت؟ تحت امرك. في بس بعض الزملاء مش عاملين ميوت، بس يا ريت الكل يعمل ميوت بس عشان نعرف نسمع. شكرا. شكرا حضرتك يا باشمهندس. جزاكم الله كل خير على الحضور الكريم، ربنا يكرمكم وان شاء الله تكون محاضرة مش طويلة وفي نفس الوقت تكون فيها يعني بعض الافادة بإذن الله. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على البيم اللي هو Building Information Management، ازاي ان احنا ندير معلومات البناء وايه الفايدة منه وايه الوظائف اللي موجودة، وان شاء الله نجاوب على الاسئلة بإذن الله. طيب بداية في قطاع البناء والتشييد من زمان جدا، من اول ما بدأوا يبنوا بقى في مشكلتين موجودين، الا هو المشروع ده هيخلص امتى في الوقت والتكلفة قد ايه. يعني وهم بيبنوا برج بابل كان عندهم نفس المشكلة ديت، لدرجة ان في مصر جامع اسمه جامع سلطان حسن. سلطان حسن ده كان من المماليك، ويعني كان في امكانيه ان هو يعني يتاخد منه الحكم، لكن لما مسك قرر ان هو يبني جامع ما بنوش زيه، جامع يكون قوي. وقابلت المهندس قابلت المهندس يوسف عند هناك عند المسجد السلطان حسن قبل كده عند القلعه، هو عامل حاجه ضخمه جدا وحاجه قويه جدا، لكن هما بيبنوا مش عارفين المشروع ده هياخد وقت قد ايه وهيكلف قد ايه، لدرجه ان هو حس ان خزانه مصر هتخلص، وقال لولا ان الا يقال ان سلطان مصر مش قادر يبني جامع كنت وقفت البناء. هو كان عايز يعمله الايوان بتاعه اكبر من ايوان كسرى، فده كاد ان يهلك الميزانيه. فلذلك في مشاريع كتيره ممكن تبتدي فيها وفي الاخر تلاقي ان انت مش قادر تكملها. في مشاريع كتيره جدا على مستوى العالم اتبنى 80% منه وما قدرش يخلصوه. تمام. وفي مشاريع كتيره جدا بيكون الدراسه بتاعتها فيها مشكله. لو سمحت فتح المقاطع اقفلها المشكله دي. طيب فبدا موضوع البيم دوت يكون حاجه اساسيه في المشروعات نتيجه المشاكل الكتيره اللي بتحصل بالطرق التقليديه. بنلاقي مشاكل كتيره في الكوردينيشن، بنلاقي المشروع كان متخطط ان يتعمل في سنتين ويتعمل في 20 سنه،
منهم مطار برلين في المانيا مثلا. انا مش هقول اسامي مشاريع في الدول العربيه لا عشان الناس ما تزعلش، لكن في مشاريع كتير جدا على مستوى العالم في اوروبا وامريكا وكلها واجهت مشاكل ما اكتشفوهاش. ميزه البيم وهي فكره فلسفيه، ميزته ان هو بيخليك تحس بالمشكله قبل ما تحصل، يخليك تعرف التكلفه بالظبط قبل ما تحصل. عباره عن ايه الفكره اصلا؟ من سنه 1962، ان هي ايه، ان احنا هنعمل موديل للكمبيوتر، موديل جوه الكمبيوتر. يعني لو انت مثلا بنيت مبنى وبعد كده المبنى ده عجب الناس، فواحد قال لك المبنى ده حلو عايزك تبني لي واحد زيه جنبيه، فانت قبل ما تبتدي في الشغل انت عارف التكلفه وعارف المشاكل وعارف الوقت وعارف كل حاجه. فهي دي الفكره، ان انا بعمل نموذج على الكمبيوتر، فبدل ما انا بعمل مبنى يتكلف مثلا 10 مليار على اساس اكتشف المشاكل، لا انا قبل ما ابتدي ببقى عارف المشاكل فين. هي دي قوه البيم، وده اللي خلاه اجباري في دول كتيره. في دول كتيره يقول لك انت مش تبدا نوصل لك ميه او كهرباء غير لما يكون فعلا في موديل بيم، او احنا مش هنستلم منك المشروع غير لما يكون معمول بالبيم. ليه؟ لان بيحصل فيه هدر كتير بالطرق التقليديه. طيب يبقى هو البيم عباره عن ايه؟ ان انا بعمل تجسيد وتمثيل لكل العناصر الماديه جوه الكمبيوتر. من قبل ما ابدا كده ببدا اعمل تجسيد للعناصر ويكون فيها كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها، يعني مش مجرد 3D وخلاص، لا انا عايز لما اعمل سيلكت على العمود يقول لي ان ده عمود، عملت سيلكت على الزجاج يقول لي ان ده زجاج، وبالتالي يقول لي كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها في الاساس، مثلا اليو فاليو ال هيفيدني مثلا في عمل محاكاه بعد كده، اشتريناه منين، الصيانه بتاعته امتى. فلما يكون في باب انا محتاج اعرف كل التفاصيل اللي موجوده فيه بحيث ان انا اقدر اسيطر على المشروع. اداره المشروع معتمده على المعلومات. فلو انا عندي فيه طريقتين في البناء انا مش عارف فيهم انا الاحسن، ممكن اخدها بالحظ، انما ممكن البيم يقول لي الطريقه دي هتاخد منك وقت وتكلفه قد كده، والطريقه دي هتاخد وقت وتكلفه قد كده. فانا بقيت الشارع المظلم اللي انا ماشي فيه نور، فبقيت اعرف اخد القرار. يعني كان في مشروع مثلا في برج في اسكندريه كان في اختلاف، هل نبني الكور الاول لحد فوق نخلص الكور كله وبعد كده نبدا نطلع دور دور، ولا نبني دور دور الكور بالحاجات اللي حواليه. فعملنا محاكاه وشفنا انهي الافضل. هي دي الفكره، ان انت ما تستناش لما تخلص المشروع وتاخد المعلومه والخبره، لا وانت شغال بتعمل محاكاه وتبدا تكتشف ايه المزايا. ده في التحليل الانشائي والتحليل الرياح وتحليل الشمس وتحليل الظروف، كل حاجه بتعمل موديل مره واحده وتقدر تعمل بيها كل الاناليسز اللي انت عايزها. فهي البيم مش برنامج، تمام؟ دي من ضمن الاخطاء اللي احنا هنصلحها كذا مره النهارده. البيم مش برنامج، يعني مفيش برنامج اسمه بيم بسطبه، هي فكره وفلسفه، تمام؟ فالفكره والفلسفه دي عباره عن ايه؟ ان انا بعمل موديل بيم بكل المعلومات جوه الكمبيوتر. مفيش برنامج اسمه بيم، وبرنامج الريفت مش هو البيم، هو الفكره ان انا اقدر اعمل تمثيل صح لكل العناصر الموجوده. اللي هي فكره ايه؟ ممكن نلخصها في كلمه احسان، ان انت تحسن وتدخل الموديل بتاعك صح. انا ممكن ارسم كل حاجه جينيريك موديل، كل حاجه جينيريك موديل، كل حاجه مش عارف ارسمها اعملها جينيريك موديل شكل كده بدون اي تفاصيل ولا حاجه خالص. يعني في مثلا مكنه بتاع تكييف، انا بدل ما اقعد ادخل المكنه وادخل المواصفات بتاعتها وادخل اللينكات مع البايب، الدخلات بتاعت المواسير والمخرجات والحاجات دي كلها، انا هعمل مكعب وخلاص على كده واكتب عليها ان دي المكنه بتاعت التكييف، تمام؟ لكن لما تيجي تعمل الحسابات بتاعتك هتطلع كلها غلط، لما تيجي تعمل حصر هيطلع معاك غلط، لما تيجي تعمل الكلاشات هيطلع معاك غلط. فالبيم هو ان انا اعمل كل حاجه مظبوطه، سواء بقى عملتها بالاوتوكاد وطلعت وعملتها صح ده ممتاز، لو عملتها بالسكتش اب وطلعت صح، ودي مش برامج متخصصه في البيم لكن كمثال. انما لو انت استخدمت الريفت ودخلت المعلومات غلط ما بقاش بيم. يعني ما عندي ملف ريفت لكن كل ما اعمل سيلكت ما بيديش المعلومه المظبوطه، اقول له اوجد لي الكلاشات هو شايف ان كله وول فمش قادر يطلع كلاشات، تمام؟ فانا عايز لما اعمل سيلكت على الزجاج يقول لي ان ده كرتن وول ويجيب لي كل المعلومات اللي تساعدني ان انا اخد القرار. لذلك هي بيلدينج انفورميشن مانجمنت، تمام؟ اداره للمعلومات بتاعه البناء، وليس ان انا اعمل موديلنج، تمام؟ فانا بعمل الحاجه اللي هي الاستراكشر والمعماري والميكانيكا والكهرباء. لو انا في المشروع بتاعي عملت واحد بس منهم، يعني انا عملت المعماري بس او عملت المعماري والانشائي بس ما عملتش الكهروميكانيكال، كده انا عملت ليتل بيم،
تمام. في كده كتاب كده كان اسمه بيج بيم ليتل بيم. البيج بيم يعني بيم بمواصفات فائقه، ان انا لو قلت له اعمل لي كلاشات هيعملها لي، لو قلت له اعمل لي حسابات هيعملها لي، لو قلت له اعمل اناليسيز هيعملها لي. ليه؟ عنده كل الداتا. انما لما يكون في ديسيبلين ما عملناهوش، فده هيديني حاجه ناقصه. يعني لو انا عملت الكهروميكانيكال وما عملتش المعماري والانشائي، فانا مش عارف فين الكلاشات ومش عارف فين المشاكل. فلذلك افضل حاجه ان احنا نعمل كل الديسيبلين. عامله زي جسم الانسان، جسم الانسان في العظام، ودي نعتبرها مثلا الانشائي، عندك الشكل الخارجي نعتبره الفساد اللي هو الجلد، تمام. وعندك البايب ممكن نعتبرها مثلا اللي هي الخلايا الاورده بتاعت الدم، تمام. فكل دول لازم يكونوا متناسقين مع بعض، ما ينفعش ان انا الاقي واحده يمين واحده شمال واحده فوق واحده تحت، لا لازم كلهم يحصل تنسيق بينهم، وده اللي بيحصل في جسم الانسان بواسطه الخلق. طيب احنا مش هنتكلم في تاريخ البيم كتير، لان هو خريطه طويله جدا ممكن تقعد ساعه ونص نشرحها، لكن هي الفكره كلها ان البيم يعني بدايته كفكره من زمان جدا، من سنه زي ما قلنا 62، لكن اول بدايه فعليه فيه كانت نقدر نقول الاركيكاد تبع شركه جراف سوفت، كانت سنه 1982. لكن في شركات كتيره جدا انطلقت منهم، مثلا شركه الريفت، وبعد كده اوتوديسك اشترتها. عندنا في فيكتور ووركس، في برامج كتيره جدا معتمده على فكره البيم، واصبح بقى اساس ان في برامج كتيره ومش قادرين ننسق بينهم، قدروا يعملوا حاجه اسمها بيلدنج سمارت. دي منظمه مهمتها انها تنسق بينهم، فعملوا بروتوكول اسمه اوبن بيم. يعني ينفع ان انا اشتغل جزء من المشروع ببرنامج فيكتور وورك، وجزء تاني بالريفت، وجزء التاني بالاركيكاد، وبنقدر نتبادل المعلومات من خلال ان احنا بنصدر لملف اسمه اي في سي، او ملف تاني اسمه جي بي اكس ام ال. فاصبحت المشاكل اللي ممكن تقرا عنها في كتب قديمه او فيديوهات قديمه بدات الناس تلغي، ممكن نشتغل كلنا مع بعض في نفس المشروع وننسق مع بعض. ده تاريخ البيم كده باختصار. طيب لو انت بصيت على الصوره دي والصوره دي، الجزء اللي فوق هتحس ان هو نفس الحاجه. هنا شكل اهو يعني غرفه، وهنا غرفه، لكن الفرق بينهم ان انا هنا لو عملت سيلكت هنا مش عارف حاجه، هعرف خطوط. الخطوط دي انا معرفش هل هي وول ولا كيبل تري ولا ميكانيكال ولا اي حاجه خالص، تمام. كل اللي انا اعرفه انها خطوط. ممكن افرق بينهم من خلال ايه؟ يا ريت لو حد عارف يكتب لنا كده او يقول لنا ازاي اعرف ان ده وول ولا استراكشر ولا بلامنج ولا ايه بالظبط؟ ايه الحاجه اللي تخلينا نفرق بينهم؟ ممكن تكتب لنا في المسجات يا باشمهندس، في المسجات لو حابين. او اكتبوا على الجروب، انا متابع الجروب على الواتساب. ممكن على الواتساب زي ما تحب. ممكن ناس كتبت لنا على المسجات بتاع الجوجل ميت، في ناس كتبوا الهاتش مثلا، في ناس كتبوا الهاتش على المعماري. ماشي، الهاتش كمنظر، انما الحاجة اللي ممكن نعرف بيها أكتر، يعني دي إجابة صحيحة مفيش مشكلة، لكن عايز أعرف الداتا هتبقى من خلال اسم اللاير محطوط على أنهي لاير، وغالبا الناس بتحط على لايرات مش مظبوطة، أو اسم البلوك لو هي معمولة بلوك بنشوف اسم البلوك. طيب الناحية التانية، أول ما تعمل سيلكت تعرف إن ده وول. في مهندس يوسف بيقول فروم أنوتيشن، ممكن لو في أنوتيشن مكتوبة هنعرف، يبقى من خلال الأنوتيشن، من خلال الحاجات دي، لكن الحاجات دي برضو مش مضمونة. أو هنا ما ينفعش ترسم حاجه غير لما يبقى ايه، ان ده وول، ان ده كذا. حتى الغرفه نفسها بتعمل سيلكت عليها تعرف المعلومات الخاصه بالغرفه دي، اسم الغرفه موجود، المساحه بتاعتها، لو انت غيرت في الوول هي اوتوماتيك بيغير لك المساحه والمحيط وكل حاجه، كل المعلومات بتتغير في نفس اللحظه، تمام. فهنا انا عندي فقد في المعلومات، اللي هي الاسلوب بتاع الكاد، انا عندي فقد المعلومات، انا مش عارف اي معلومه خالص. هنا عندي داتا كويسه جدا اقدر ان انا اعتمد عليها في اتخاذ القرار، ماشي. طيب في برضو من ضمن الحاجات اللي خلينا نتجه للبيم، ان المشاريع بتكون معقده. يعني لو هو مشروع عملته قبل كده كذا مره، ممكن تعمله من غير ما ترسمه على الاوتوكاد حتى. يعني انا لما جيت اعمل البيت بتاعي هي كلها 65 متر صغير فمحكوم، فمفيش لخبطه، فعملته من غير ما ارسمه على الاوتوكاد، بسيطه يعني.
تمام، رسمت رسم كروكي. هنا لا، ده هنا الموضوع ممكن تكون مشروع معقد. يعني في كام مشروع كده هنشوفهم، واحد في قطر وواحد في الامارات، درجة التفصيل اللي فيه معقدة، ما ينفعش شكل زي اللي موجود دوت. لما نيجي نعمل الشوب دروينج اوتوكاد صعب جدا، هتدولي الراجل مش هيفهم حاجة، يعني حاجة بالشكل دوت، وانت ما ينفعش ان انت تغلط فيها سنتي ولا حاجة، لا لازم تكون بالظبط. فده اللي خلى البيم ياخد الدقة بتاعته. الستيل ديتيلينج تمام برضه زي ما انت شايف درجة التفاصيل فظيعة. طيب لو احنا بصينا للرسمة ديت تمام، دي جات لك المخططات وقال لك ده الفرونت اليفيشن وده السايد اليفيشن. طب احنا مش متخيلين شكل الحاجه، انما لما نيجي نبص عليها كده كده احنا فهمنا، ده شكل 3D. لما تشوفها 3D هتفهمها. انا مش عايز احلف، بس انتوا كلكم مهندسين ومجربين الموضوع دوت، في مشاريع خلصت والناس اللي شغالين في المشروع ما عرفوش شكله غير لما شافوه قدامهم. يعني بالذات الميكانيك الكهرباء مش قادر يتخيل شكل المبنى ده عامل ازاي. كان في حاجات بتبقى ادفانسد شويه، يعني كان في مشروع معمول الفلور على مرتين وفي بينهم فراغ معين كده، كان في تفصيله معينه المعمار عاملها والناس مش قادره تتخيلها غير لما تنفذ قدامها وشافته فبدا يفهمه. المشروع دوت اكيد كلكم عارفينه تمام. حد فاكر المشروع دوت او موجود في اي بلد؟ هو المشروع دوت اللي هو متحف المستقبل اللي موجود في الامارات. شكل المبنى والتفاصيل اللي فيه رهيبه جدا، فلما تيجي تتخيل ان انت عايز ترسمه وهتاخد فيه سكاشن هتلاقي الموضوع صعب جدا. انت محتاج تاخد سكشن كل 10 سنتي، فالموضوع صعب جدا. بالريفت او بالبيم تقدر ان انت تتخيل الشكل بتاعه وتتشارك الرؤيه مع الاخرين. احنا شغالين في مشاريع فعلا مستحيل تتعمل من درجه التفاصيل بتاعتها، ودرجه بالذات ايام كاس العالم والفيفا والاستادات والحاجات دي. مظبوط، في حد جاوب دبي؟ مظبوط. مشروع زي دوت تمام، ده المتحف الوطني بتاع قطر، معمول من شكل زهره الصحراء بالشكل دوت. ده الشكل بتاعه المبدئي. درجه التفاصيل اللي فيه عملاقه، درجة التفاصيل ما ينفعش تعمل غير بتكلة تمام. حاجة فعلا يعني خرافة الحاجة زي كده تمام. حتى تكلة كانت كاتبة فيه يعني درجة تفاصيل ان كل قطعة ستيل لازم تتحط في مكانها، ما ينفعش تحط في اللي جنبيها تمام، من درجة التفاصيل بتاعتها. كل قطعة لازم تتحط في مكانها وتتربط في مكانها، وحاجة قوية جدا. فتخيل ان الحاجات دي بتتعمل في المصنع وتروح ويفاجئوا لا انها مش مظبوطة ولازم يكسروها ويعملوها تاني وحاجات زي كده. ده طبعا هيبقى خسارة جدا على الشركة، فلذلك اعتمدت على تقنية البيم بشكل اساسي في المشروع دوت. ده مثلا سيكشن 3D. ده السيكشن ده مجرد ان انت رسمت الموديل بتاعك وحبيت تاخد سيكشن في ثانية، لو انت حبيت عدلت في اي بلان في اي سيكشن بيتعدل في ال 3D سيكشن على طول. لو اشطر معماري قلنا له ارسم المبنى دوت، تعتقد ممكن يرسمه في كام يوم؟ تمام؟ ولو حصل تعديل هيضطر يعمل ايه عشان يقعد يعدل فيه؟ فهي دي الفكرة، يعني ممكن تعمل في حاجة في ثواني في البيم لكن تاخد وقت منك وقت تاني في البرامج التانية. وبعدين في نقطة، في التكنولوجيا البيم فيها حاجتين، فيها جرافيك داتا ونون جرافيكال داتا. يعني في معلومات بتبقى تشوفها قدامك 3D زي مثلا تفاصيل الكرسي والارتفاع والسكاشن وكل الانفورميشن اللي انت عايزها كجرافيكال، كحاجة انت شايفها بعينيك. لكن برضو في حاجة تانية اللي هي المعلومات اللي انت ما تشوفهاش، لكن لما تعمل سيلكت تشوف المعلومة. انت ممكن تحط كل معلومات المصنع، انت شايف من انا مصنع، المواصفات، الفلوس، تكلفة المشروع. يعني تخيل ان انت عندك بلوكه وعايز تدخل المعلومات ديت، حاجه شبه مستحيله. في البيم لا، سواء اي كان البرنامج اللي انت بتستخدمه بتقدر ان انت تدخل كل الداتا اللي انت عايزها، تدخل مثلا ايه الماتيريال اللي موجوده. بقى حاجه اتفضل اتفضل بقى حاجه ندوه اللي انا كنت بسمع عايزاها الساعه 6 اصلا، الساعه 6:30. طب ممكن حضرتك المايك بس؟
الو تمام قفلنا المايك. طيب فكل كل ما عم سيلكت على العنصر بقدر ان انا اعرف كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها. طيب البيم ممكن يبدا من ايه؟ البيم ممكن يبدا من قبل ما ابدا المشروع، يعني وانا بفكر لسه في المشروع ممكن اخلي البيم يفيدني، وانا شغال في المشروع سواء في الاسكيماتيك ديزاين، في الديتيل ديزاين، في الكونستراكشن، في الاوبريشن، في التشغيل. الفكره كلها ان في كل مرحله بزود معلومات، تمام؟ بكل شويه بعمل سيلكت على حاجه، ويعني في اول مرحله ما كانش عندي داتا كافيه، لما اتطورنا بقى في ده معلومات بدخلها. بعد كده لما دخلنا في الكونستراكشن بدا يقول لي عايز ديتيل اكتر، فببدا ان انا كل شويه اطور الموديل بتاعي. حتى في الاوبريشن اثناء التشغيل بضيف معلومات خاصه بال مثلا التكلفه بتاعت الحاجه، الصيانه بتاعتها، كل الحاجات دي. حتى وانا بهد ممكن اعمل محاكاه بحيث اشوف ايه الحاجات اللي انا لو تفاعلت معاها او ان انا كسرت مثلا عمود معين يقع بشكل راسي مش بشكل افقي عشان ما يضرش المباني اللي حواليه. طيب البيم بقى ممكن يفيدنا في ايه؟ ممكن يفيدنا في حاجات كتير قوي. يعني ممكن مثلا قبل ما نبدا البنا يحدد لي المكان مثلا اللي هحط فيه الكرين، تمام؟ وفي مشروع كان هنتكلف مثلا تقريبا 18 كرين، مشروع ضخم، لكن قعدنا نعمل دراسه وتقريبا استخدمنا 3 او 4 كرين، وكانوا متحرك، كان في واحد ثابت واثنين متحركين، وقدرنا ان احنا ننظمهم بشكل كويس. الهيلث اند سيفتي، بقدر اعمل دراسه بحيث ان انا اتاكد ان مفيش حوادث تحصل في المشروع، ومن خلال ان انا بعمل حاجه ثلاثي الابعاد ووريها للعمال من اكبر عامل لاصغر عامل، بفهمه المشروع، ودي حاجه اسمها لاست بلانر، وفهمه اتعامل ازاي مع كل حادثه، واتعامل ازاي لو مثلا في رياح شديده اتعامل ازاي مع الكرين، واتعامل مع كل حاجه بشكل فيلم كرتون بيقدر ان هو يفهمه. برضه فيجواليزيشن، بقدر ان انا اوري الناس كلها كل حاجه تطلع ازاي، فهو بيبقى العامل البسيط فاهم المشروع النهائي هيبقى عامل ازاي. بنعمل كشك كده نوريه. الفيرشوال رياليتي، ان انا بلبس النضاره وخليه يمشي جوه المكان. دي صورت كنا مشروع مسجد وكنا بنعمل محاكاه، فالناس المهندسين كلهم قالوا عايزين نجربها، فكل مهندس اكتشف اخطاء في شغله. يعني المهندس المعماري اكتشف ان هو الشغل كهروميكانيكال ظهر من فوق، الاستراكشر اكتشف حاجات، فكانه زار الموقع بعد ما المبنى خلص وبدا يكتشف المشاكل. الكلاينت بدا يقول لك لا اللون دوت، لا انا مش عايز دي تبقى مفتوحه على دي، فمجرد ان هو لابس نظاره فكان المشروع خلص وبدا يقول لنا التعديلات قبل ما نبدا شغل. فدي كانت من ضمن الحاجات القويه ان احنا نراجع مع بعض على المشروع، وان احنا نعمل كولابريشن مع بعض، وان احنا نكتشف المشاكل. البرنامج فيه ادوات اقدر ان انا اظبطها، اي سي سي اوتوماتيك كنترول، يقدر ان هو يقول لي ايه الحاجات اللي فيها مشاكل ويكتشفها لي. اوتوماتيك كلاش كنترول، يقدر يقول لي فين المشاكل الكلاشات ويقول لي هي فين ونحلها من قبل ما ننزل الموقع. فلو في اي مشاكل في التصميم او في اي اخطاء ببدا ان انا افهمها وببدا ان انا اتعامل معاها. وفي برامج بتبقى متخصصه في يعني بسال حاجه من البرمجه اقول له مثلا ايه انا عايز اراجع على حاجات في الاستدامه، فيبدا يقول لي دي كذا دي كذا دي كذا، ويبدا يوجد لي مثلا ان في 200 نقطه يبدا ان هو يشوفهم. اقول له شوف لي اذا كانت في مشاكل في الاعمده، فلو في عمود ما فيش حاجه فوقيه فيبدا ينبهني ان العمود ده ما فيش حاجه فوقيه، او عمود مش مكمل، يعني ابدا احط القواعد اللي هي تبع الكود بحيث يتاكد. اقول له اتاكد ان المسافات بين السلالم مثلا ما تزيدش عن كذا متر على اساس الكود بتاع الحريق وهكذا، فيبدا يعمل شيك. لو في غرفه ما فيهاش فيها باب او ما فيهاش شباك يبدا ينبهني للاخطاء ديت. فدي كلها سهله جدا انها تتعمل من خلال البرامج بتاعت البيم. كان مره مبرمج شاطر عمل حاجه حلوه قوي على الاوتوكاد، لكن هو بذل جهد كبير قوي عشان يفهموا ان دي حيطه وان دي عمود وان ده باب، بذل جهد كبير جدا تقريبا 90% من الكود. فلما وريته بقى البيم ولقى ان هو خلاص هو بيدخل مباشره والكمبيوتر فاهم عايز ايه. طيب نكمل. من ضمن الحاجات برضو ان انا اقدر اشوف الكلاشات واحدد اماكنها واسمائها واعلم ان دي اتحلت دي ما اتحلتش، الحاجات دي كلها بتسهل علينا في الشغل. برضه بيطلع لي اللوحه بشكل حلو جدا وسهل، ولو في اي حاجه بيطلع كلهم زي بعض. يعني لما يكون في سيكشن ما ينفعش واحد يقول لي السيكشن ده
الحاجه فيه مختلفه عن البلان، لان في الاوتوكاد ممكن تعدل في البلان ما تعدلش في السكشن. في البرامج البيم لا، هي كلها بتبقى قطعيه واحده، يعني احنا بنهتم ان احنا نعمل 3 دي وتاخد بلان تاخد سكشن في اي مكان، هو بيبدا ان هو يصدره لي، وبنقدر نعمل بي كيو في ثواني. ولو حصل تعديل، التعديل بيحصل اوتوماتيك من غير ما تتدخل. انا فاكر كان في مشروع كنا بنعمله اوتوكاد، كان مشروع يعني فندق كبير جدا يعني في الجزائر على ما اتذكر، هو كان فرق كان مكتوب بالفرنسي يعني. فبعد ما اشتغلنا حصل تعديلات كتيره جدا، فبعد ما عدلنا اضطرينا نعمل حصر تاني. الحصر التاني ده الشخص اللي اشتغل فيه قعد اسبوع كامل يحصر لانه بيعيد الحصر. تمام. طيب في ان احنا نقدر نشوف الحاجه وهي بتتبني، يعني ابدا اعمل فيديو اوري للناس ايه اللي هيتبني قبل ايه، يعني احط القواعد وبعد كده احط الاعمده وبعد كده احط الحوائط وبعد كده الخطوات دي. فدي لما في قلب برامج مثلا البرومافيرا بيديني الجزء اللي فوق، فتقريبا ما حدش بيفهمه. تمام. يعني بيبقى لغز كده، احنا مش فاهمين حاجه فبنوافق عليه من غير مناقشه. انما لما تشوف معاه 3 دي لا، ساعتها بنبدا ان احنا نتناقش. طيب نبدا بقى نخش في قصه كده، الا وهي انت بتشتغل ايه الوظيفه اللي انا ممكن اشتغلها. طيب بدايه انت ممكن تشتغل ان انت راجل بيم سبيشاليست، يعني انت متخصص في مجال البيم. تمام. بس الاساسي الوظيفه بتاعتك، يعني انا مهندس معماري ومن ضمن الحاجات بتاعتي ان انا بعرف اشتغل بالبيم، بقى عندك ميزه وبتعرف تشغل الاوتوكاد، وحتى لو ما بتعرفش تشغل الاوتوكاد بس البيم بيكون ميزه اكتر عن الاوتوكاد، محدش يزعل، بس هي دي ايه السوق العمل. فانت عندك دلوقتي ان انت راجل بيم سبيشاليست. تمام. سواء بقى بمعماري انشائي كهروميكانيكال، بس ما تحاولش تكتب ايه انا بيم كذا، لا اكتب ان انت مهندس معماري، ومن ضمن المزايا بتاعتك ان انت بتفهم في الاستدامه، معاك شهاده الليد، ان انا بفهم في البيم، معايا شهاده كذا في البيم، وهكذا. لكن اللي انا بتكلم فيه ان وظيفتك البيم ما تغش عليها، البيم اداه ليك وقوه ليك وميزه ليك، زيها زي ميزه ان انت خدت مثلا البي ام بي. ما تغيرش الوظيفة بتاعتك وتقول انا مهندس بي ام بي الا لو انت فعلا متخصص في البي ام بي، بحيث ان انت الوظيفة المطلوبة منك ان انت مش بتعمل اي حاجة خالص غير ادارة المشروع، مدير مشروع. تمام. فاول حاجة بالنسبة لي ان انا بيم سبيشاليست، ومش لازم انا بيم سبيشاليست ابقى هدفي ان انا ابقى بيم كوردينيتور. هنتكلم على بيم كوردينيتور. لا، انا ممكن طول حياتي شغال بيم مهندس معماري وانا مبسوط بكده. انا راجل انا بحب التصميم المعماري، مش في دماغي يعني دي وظيفة غير دي، مش معناها ده اعلى من ده او ده احسن من ده او ده اذكى من ده. لا، هو واحد مهندس تكييف وعايز يتخصص في كده، مش عايز يدخل في المشاكل بتاعت الكلاشات. في ممكن واحد يكون عايز يشتغل كوردينيتور، كوردينيتور يعني مسؤول عن التنسيق بين الاقسام المختلفة. وممكن واحد تاني شايف ان هو يعني مدير مشروع بين مانجر. تمام. لازم يعدي على التخصصات كلها، لازم يشتغل الاول يعرف ان هو يعمل لمزجه متخصص في البيم، وبعد كده كوردينيتور، وبعد كده يشتغل في مجال البيم مانجمنت. تمام. مضحك كده. يبقى انا عندي كده واحد متخصص في البيم، عندي واحد كوردينيتور، عندي واحد مانجر، وممكن يكون عندي الشركه صغيره فيبقى هو البيم كوردينيتور هو البيم مانجر. ممكن تكون الشركه كبيره فبيبقى في واحد بيم مسؤول عن كل البيم مانجر اللي موجود. تمام. نديله اي اسم بقى، ممكن نديله سوبر بيم او اي اسم، لكن هو بيكون مسؤول عن اكتر من واحد في البيم. طيب اللي جاي هوضح لنا اكتر. احنا هنقسمهم ثلاث اقسام، في ده الكود البريطاني، لكن في اكواد تانية بتزود واحد بتنقص واحد وهكذا. يبقى انا عندي البيم مودلر، ده مهمته ان هو يعمل لي اللوح، او بيم سبيشاليست بيعمل لي اللوح وبيعمل لي لو في فاميلي مطلوبه ممكن هو يعملها، يطلع لي اللوح اللي هي الشيتات. تمام. فده البيم سبيشاليست او البيم مودلر، لكن ما يهملش الحسابات او ما يهملش الشغل. يعني هو مهندس انشائي يقول لك انا هطلع حاجه شكلها حلو لكن الحسابات بتاعتها غلط ملوش لازمه. تمام. فلا، لازم اكون مراجع ومذاكر وفاهم الكود وفاهم التصميم وفاهم الحاجات دي كلها. الفكره مش ان انا بعمل حاجه شكلها حلو، انا مش برسم لوحه، انا بعمل حاجه الناس هتعيش فيها، فلازم اعمل التصميم بتاعها كويس الناس تستريح فيها. طيب الكوردينيتور ده مهمته ان هو لو المودلر وقف على حاجه يساعده فيها، ومهمته ان هو يقعد ينسق بين الاقسام كلها ويكتشف المشاكل
ويحدد مين اللي هيحلها، ومهمته ان هو يعمل موديل اوديت، يعني يبدا يفحص الموديل وتشوف المشاكل الموجوده ويعمل لهم تريننج تدريب. ماشي. طيب البيم مانجر مسؤول عن حاجات الاستراتيجيه، يعني البيم مانجر نادرا لما تلاقيه بيطلع لوح بنفسه، لا هو بيهتم بان هو يراجع مع الناس، لو حد وقف قدامه حاجه بيحلها له، بيعمل تريننج للناس، بيتاكد من الورك فلو بتاع المشروع، بيعمل اجتماعات مع الناس اللي هي بره الشركه وهكذا. تمام. دي اهم مهام للبيم مانجر، للبيم كوردينيتور، للبيم سبيشاليست. تاني، مش لازم البيم سبيشاليست يقولك انا عايز اترقى ابقى بيم كوردينيتور، دي حاجه ودي حاجه. يعني كان مثلا في مهم شغلانه اللي هي البيم مانجر او مدير المشروع، مش لازم كل واحد يبقى هدفه يبقى مدير مشروع. انت بتحب ايه؟ انا لا، ده انا بحب جدا التصميم. خلاص ركز في الحاجه اللي انت بتحبها واتقنها، هتتفوق على كل حاجه. واحد بيحب مثلا الاستدامه، خلاص هو بيتخصص في مجال الاستدامه وبيبدا ان هو يركز فيها. التخصص بيبقى كويس، ايه اللي انت عايزه وبتطور نفسك فيه. تمام. ممكن واحد يطور نفسه في ان هو حاجه بقى تانية غير اللي احنا قلناهم، بيحب البرمجه فيبدا يتعلم ان هو يبرمج جوه الريفت او المود لو بيم او كده، بحيث ان هو يسهل على نفسه الشغل. وفي ناس بتبقى شغاله في الشركه بتاعتها ما بيعملش حاجه غير البرمجه. تمام. دي من ضمن الحاجات الجميله جدا. ليه؟ لان البرمجه بتبقى سهله جدا في البرامج بتاعت البيم. طيب البيم مانجر مهمته ان هو يعمل خطه لتنظيم المشروع، بيم اكسكيوشن بلان، بيحدد اهداف المشروع، بيحدد الاستفاده، بيتابع مع البيم كوردينيتور، ولو حد عنده اي مشكله ما يقفش فيها، هو يبدا ان هو يحلها له. البيم كوردينيتور بيبدا يتابع الناس ويبدا ان هو يشوف المشاكل الموجوده فين ويقول مين اللي يحل المشكله ديت. طيب يعني البيم كوردينيتور مهمته ان هو بيبدا يشرح للناس، بيبدا ينسق بين الاقسام كلها، بيبدا ان هو يدير المشروع، اي مشاكل موجوده بيبدا ان هو يحلها، بيعمل التمبليت للمشروع طبعا بالتنسيق مع كل الاقسام. دي من ضمن مثلا التولز اللي بتفيدنا في بيم ريسورس ماتريكس، بنبدا نحدد كل شخص مثلا هيشتغل في ايه وفي مشروع ايه، ومين فيهم اللي ممكن يبتدي يعمل شتات، مين اللي هيعمل موديل وهكذا. ممكن نعمل حاجه اسمها بيم موديل ريفيو ماتريكس، نبدا ان احنا نشوف كل موديل وصل لحد فين، مساحته قد ايه، لان ممكن لو مساحته كبرت عن حجم معين ده مؤشر خطا ان هو ممكن ما يفتحش او يحصل فيه مشاكل او كذا، وبنحدد خلص فيه قد ايه، ومقارنه بين اللي المفروض يخلص في الفتره دي واللي خلص. فدي من ضمن التولز اللي تخليك تقدر تسيطر على المشروع. برضو في جدول بيتعمل اسمه فيو تمبليت فلتر، ان انا اقدر اعرف لو انا بعمل مثلا فيو جديد او بعمل سيكشن جديد او كده، بحدد ايه العناصر اللي هتظهر فيه وايه العناصر اللي مش هتظهر فيه. كل الحاجات دي بتساعدني في ان انا انظم المشروع بتاعي. طيب بعد ما اتكلمنا على البيم، عايزين نتكلم كده سريعا عن اهم 8 تكنولوجيات مهمه جدا في السوق بتاعنا. السوق كونستراكشن والمقاولات مقارنه بالاسواق التانية فهو ما حصلش فيه تطور خالص. يعني بالنسبه لتطور الموبايلات خلال 80 سنه اللي فاتوا، لا حصل تطور، طفرات رهيبه جدا. بالنسبه لسوق العربيات حصل تطورات رهيبه جدا. لما تتابع خلال 80 سنه اللي فاتوا هتلاقي سوق كونستراكشن ما كانش بيحصل فيه تطور، غير لما ظهر البيم فبدا يسمح للتكنولوجيات اللي احنا هنشوفها دلوقتي انها تبقى مستخدمه في المجال بتاعنا. على سبيل المثال مثلا الذكاء الاصطناعي، في محاضره ان شاء الله عن الذكاء الاصطناعي قريب، دلوقتي اصبحت فيها طفره كبيره جدا في موضوع الذكاء الاصطناعي. ما بقاش محتاج ان انت تبرمج حاجه كتير من الصفر، لا ممكن ببساطه تدخل على شات جي بي تي مجانا وتبرمج وتعمل صور وتعمل كل اللي انت عايزه. يعني الذكاء الاصطناعي اصبح كصديق ليك موجود في الموبايل ال 24 ساعه. فالذكاء الاصطناعي لما تيجي تستخدمه مع البيم بيحصل بشكل قوي جدا في عشرات الحاجات، لكن لو انت حاولت استخدامه مع الاوتوكاد بتلاقي فيه مشاكل، ما بيقدرش يفهم اصلا ايه دوت. فالذكاء الاصطناعي بيديك قوه لو انت شغال بيم، مش شغال بيم مش هتقدر تستفاد منه، مش هتقدر تستفاد منه الاستفاده اللي انت نفسك تحققها يعني. ودلوقتي الروبوتات بقت موجوده بيقول له خد حط القطعه دي هنا، فلما يكون في حاجه في البيم فبيبقى فاهم بالظبط موجوده فين ويقدر ان هو يستوعبها.
لو في مثلا مشاكل موجوده يبدا ان هو ياخد باله. يعني انا ممكن ايه اخلي فيه كاميرات واقول له ان الحاجات دي هتتبني بالشكل الفلاني، لو حصل اي خطا في البنى يبدا ان هو ينبهني، لا ده في حاجه عكس اللي انت حاططها في الموديل. يعني لو حصل ان البلاند غير الاكشوال بيبدا ان هو يعمل ايه تنبيه. انترنت الاشياء برضو من الحاجات اللي البيم بيقدر يديني موديل اقدر احط فيها كل المعلومات، بحيث ان انا اقدر اشغل المبنى واقدر ان انا اتابعه. يعني التلاجة تقدر انها تشوف ايه الحاجات اللي ناقصة وتبعت للبقالة وتاخدها وتحطها عندها. فدي من ضمن التكنولوجيات اللي البيم دخلها وسمح بيها. فممكن مثلا العربيات يبدأ ان هو مثلا لو في باركنج يديله تنبيه ان في باركنج هنا، او في مسافة قريبة او بين العربيات يبدأ يدي تنبيه وهكذا. الاوجمانتد رياليتي ان انا ببدأ اشوف الحاجة اللي مصممة على الكمبيوتر 3D، تمام؟ يعني على سبيل المثال مثلا المكنة هنا انا مجرد بس بشوفها بالتابلت او بالموبايل، ببدأ اشوف ازاي عملها صيانة وايه المدخل بتاعها وايه المخرج بتاعها والمشاكل دي. برضو ممكن اربط لوحه بحاجه 3D، فاول ما اشوفها بالموبايل يظهر معايا 3D. فاحنا في الميتنج كلنا بنبقى شايفين الحاجه هتتعمل ازاي والشكل بتاعها هيبقى عامل ازاي. دي الاوجمانتد رياليتي، ودي مرتبطه جدا بمجال البيم وتبقى ميزه حلوه جدا. هنا الفيرشوال رياليتي ان انت بتلبس نظاره فبتبقى شايف الحاجه اللي هتتعمل ازاي. ده كده اوجمانتد رياليتي. طيب انتوا شايفين انا احسن ان انا اروح للعميل وانا معايا صوره كده بالاوتوكاد وممكن هو ما يفهمش مني حاجه خالص، تمام؟ يعني انا مديله صوره فهو يبص لها كده حلوه، يعني اكيد انت فاهم ان انت بترسم ايه، ولا لما اوريها له 3D بالشكل دوت ويقدر ان هو اعمل له محاكاه كان في مثلا عربيه ويبقى شايف الرصيف هيبقى عامل ازاي و و والحاجات دي كلها. ان ممكن نعمل محاكاه ان في كاميرا ماشيه في الطريق فيبدا ان هو يشوف كل ما يوصل لمكان ايه اللي المفروض ان هو الراكب بتاع السياره هيشوفه. فموضوع الفيرتشوال رياليتي دي بقت حاجه مهمه جدا في التكنولوجيات اللي موجوده. في قلب الاجتماع عندنا نظاره بتاعت الفيسبوك ديت ميتا، واقدر ان انا ايه اشوف المشروع واتامل فيه وامشي فيه، ولو في اي كومنتات بعمل سيلكت واعلم عليه وابدا ان انا ابعته للمصمم على اساس ان هو يعدل فيه. الدرون طبعا ممكن تشيل جزء معين وتطلعه او تصور. يعني كان معانا عامل في قلب المشروع ضخم جدا مول قطر، وهو كان المشروع ده تقريبا مثلا فيه يمكن 20,000 عامل، لكن العامل دوت ربنا يكرمه يعني ويجزيه كل خير طور نفسه بشكل حلو قوي. راح اشترى الدرون ديت وراح طلع بقى في المشروع وصورها ولف بالكاميرا حوالين المبنى وراح وراها لصاحب الشركه. صاحب الشركه انبهر بيه، راح زود المرتب بتاعه زياده مهوله، يعني مش زود 20 ولا 30، لا زوده مثلا 300%. وراح قال له انت ما بتشتغلش في اي حاجه من الحاجات الصيانه والحاجات دي كلها، انت مسؤول عن ان انت كل اسبوع تصور لي فيديو زي دوت، والفيديو ده بيستخدموه في الدعايه للمشروع وهكذا. فالراجل بس ان هو بدا يشوف حاجه من التكنولوجيا الحديثه واتطور فيها. المشروع ده كان سنه 2015 تقريبا، 2015 فقدر اتنقل نقله جامده وبدا يتخصص في حاجه زي كده. من ضمن الحاجات في دكتور مصري موجود في الامارات خلاه يبقى الدرون تبدا تاخد المعلومات من البيم وتاخد المعلومات بالبرامافيرا واوتوماتيك تبعت للبرامافيرا تقول له التاسك دي خلصت بتاريخ النهارده. يعني كل ما عمود يترسم تبدا تشوف اسمه ايه وتبعت للتاسك ده تعلم عليه ان هو ضن. فدي كانت من ضمن الحاجات الخطيره جدا. زاد ان هو ممكن يعمل لك الليزر سكان، ممكن يصور لك المشروع كله. الروبوت دلوقتي بيتعامل بشكل حلو قوي من خلال البيم، يقدر يحط كل حاجه في المكان بتاعها. بالشكل دوت البلوك تشين بتقدر تسجل المعاملات بتاعتك بشكل سري ويكون موجود عند اجهزه كتيره بحيث ان محدش يقدر ينكر حاجه.
3 دي برينتر دلوقتي تطبع مدن كامله، يعني ممكن تيجي على مدينه كامله تحط فيها الحاجه وتطبعها لك، وتعمل في الامارات وتعمل في السعوديه وتعمل في اماكن كتيره جدا، بس لازم تدي له التصميم بيم 3 دي ما فيهوش غلطه. انا عندي واحده بالمناسبه في مصر وبنطبع عليها حاجات كده ايه خفيفه يعني، اصبحت اسعاره رخيصه. عندي واحده اللي هي بتطبع حاجات صغيره مش اللي بتطبع مباني كامله يعني. بالشكل دوت ممكن تبني مدينه كامله بسهوله من خلال الطبعه ثلاثيه الابعاد. تمام. على سبيل المثال ده برج كان بنك في الكويت، وراحوا لنورمان فوستر. نورمان فوستر عمل اول واحده فيهم، عمل واحد فيهم بس، وبعد كده من خلال البيم ومن خلال اعتماد على البارامتر بدا يغير بعض الحاجات ويطبع 3 دي، يغير بعض الحاجات ويطبع 3 دي. يعني بيغير مثلا المسافات بين كل دور ودور، عدد الادوار، الزاويه. وبعد كده لما جم الناس بتوع البنك دخلهم كده غرفه فيها 100 نموذج. تمام. فتحس ان ايه ان نورمان فوستر قعد 100 سنه يعملهم، بينما هو ما خدش منه 3 4 ايام، مجرد عمل واحد ومن خلال التكنولوجيات الحديثه قدر يطبع نماذج كتيره مختلفه بحيث ان هم يختاروا الشكل دوت. تمام. طيب هنا عمل ايه؟ ده فكره البرامتر اللي هو عمله في قلب البرج، ان هو بيغير بعض العناصر مجرد بس يقول له ايه المسافات بين الابراج، يبدا ان هو يظبطها بشكل حلو. تمام. فيقول له الويتس، الديبس، الستوري، يبدا يغير اي تغيير، بيبدا ان هو يغير. ودي بتبقى مفيده قوي في موضوع الاستدامه، ان انا بعمل حاجه واقول له ادرس لي الاستدامه بتاعتها وادرس تاثيرها البيئي فيديني، وبعد كده اقول له ايه طب غير دي واعمل لي دراسه للبيئه، فيبدا يعمل لي دراسه ثانيه، واقول له طب قارن بينهم وشوف الان الافضل. الموضوع كان زمان بياخد مننا مثلا شهر ولا حاجه، دلوقتي ممكن كله تخلصه في 3 4 ساعات. تمام. طيب كانوا بيفكروا ان هم يبنوا مدينه في المريخ، فعشان يبنوا مدينه في المريخ قال لك احنا محتاجين اساسي ثلاث حاجات. اول حاجه طبعا ثلاثيه الابعاد تطبع، وتاني حاجه موديل بيم، ان يتعمل نموذج بيم قوي جدا ونقدر ان احنا نديه للطبع وتطبع. تالت حاجه فكر انظر تحت قدمك وابني، زي ما تبناه المهندس حسن فتحي. فهنبني بالماده الخام بتاعه المريخ، تمن نقل كيلو من المواد الخام للمريخ بيكلف الاف الدولارات، انما احنا نستعين بالماده الخام بتاعه الدولارات. ففي بناء المدن في المريخ وفي القمر وفي كل مكان بنعتمد على الثلاث افكار دول. طيب احنا خلاص كده ايه اخر حاجه ان شاء الله. دي اساطير بنحاول ان احنا نحاربها. البيم هو الريفت، لا البيم هو في فلسفه وفكره. الريفت ده برنامج من ضمن البرامج، لو انت اشتغلت على الريفت غلط هتطلع شغل غلط، لو اشتغلت على اي برنامج اخر بشكل كويس ده هيطلعك شغل كويس. فهو اداه كويسه، مش بنحاربها ولا حاجه خالص، بالعكس بنشتغل بيها، لكن لازم نوضح الموضوع دوت لاسباب كتيره جدا. فلازم تبقى عارف ان البيم فلسفه وفكره، في برامج كتيره جدا بتعملها. البيم هو مجرد 3 دي؟ لا، لازم ندخل بعض الانفورميشن، لان كلمه بيم بيلدينج انفورميشن مانجمنت، فلازم نكون مدخلين الداتا صح. احنا بنسطب برنامج فيبقى عندنا البيم غلط. انت لما تسطب برنامج وانت ما عندكش الشخص اللي يعرف يشتغل على الاداه دي فمش هتقدر تلحق خالص. يعني حتى شات جي بي تي بتخش تساله يجاوبك على طول، بس لو سالته غلط الاجابه تطلع سيئه. فلازم يكون معانا الموهبه ازاي نسال السؤال صح، ازاي البرومت نساله صح. يعني ممكن اروح شات جي بي تي واقول له اعمل لي جدول غذائي ليا، تمام، اكل ايه وما اكلش ايه، فيديني الجدول، لكن الجدول ده عام. لكن لما انا اقول له اديني جدول غذائي، انا راجل مسلم وداخل على رمضان شهر الصوم وما باكلش اللحم خنزير وكده، هيبدا يجيب لي حاجه خاصه بيا، او انا عندي مثلا مرض معين وفي اكلات معينه ما ينفعش اكلها، خلاص بيبدا ينظم لي الحاجه بتاعتي. فالانسان هو الاساس، هو اللي بنبني بيه وهو اللي بنبني عشانه. البيم ده مجرد بس شكل، لكن ما فيش برودكشن، لا هو بيطلع لي 2 دي وبيطلع لي كل حاجه. البيم كلاش ديتكشن، لا البيم ليه فوائد كتيره جدا، من ضمنها الكلاش ديتكشن، لكن هو ليه فوائد كتيره جدا.
البيم المباني بس، لا ممكن نستخدمه في الانفراستراكشر، وممكن نستخدمه في كل الانواع، كباري، كل اللي احنا عايزينه، مدينه كامله. تمام. البيم بنستخدم في ديزاين والبرودكشن ورك فلو، ممكن نستخدمه في حاجات كتيره جدا، في كل حاجه، وبره الورك فلو. البيم مع الديزاين والبرودكشن ورك فلو، يعني ده فريق وده فريق، لا هو نفس الفريق اللي بيشتغل، نفس الفريق اللي بيشتغل بيم، هو اللي بيطلع اللوح، هو اللي بيطلع كذا. يعني ما ينفعش اعمل فريق ديزاين وفريق بيم، والناس تعمل تخلص الديزاين تبعت للبيم فيبدا يعمل شغل. طيب بيم، البيم هيبدل الكاد؟ لا، الكاد ليه زبون بتاعه، والشركه بتاعت اوتوديسك مثلا عندها اوتوكاد وعندها بيم، فالاثنين مش هيقضوا على بعض، بيكسبوا من ده وبيكسبوا من ده، وبالعكس حتى الان اوتوديسك بتكسب من الاوتوكاد اكتر من البيم. تمام كده، الحمد لله خلصت، فعجز عن الشكر على الحضور الكريم، ولو يا ريت لو في اي اسئله عشان الواحد يتعلم ويستفاد منها ان شاء الله. جزاكم الله كل خير. طيب جميل جدا باشمهندس، يعني كانت ممكن اكثر محاضره او كميه معلومات حول البيم في عجاله مختصره وبشكل واضح جدا وجميل جدا. يعني عاده انا بلاقيني مهندسين بيجوا يشرحوا البيم او بيحاولوا يشرحوا الافكار بتاعت البيم، بياخذوا ساعات وساعات وبيكونوا ما شرحوا كميه المعلومات اللي حضرتك، يعني ما شاء الله. الله يكرمك. طيب طبعا احنا هنفتح باب الاسئله، بس ممكن قبل ما نفتحه في عده حاجات. اول حاجه حابب اذكر الناس بالنسبه لورشه الذكاء الاصطناعي اللي على باشمهندس اسلام، واللي ممكن اي واحد من الحضور حابب يشترك فيها، بس ياخذ سكرين شوت للشاشه بتاعت الميتنج. ممكن بالنسبه للناس اللي تتابعنا على اليوتيوب ممكن ياخذ برضه سكرين شوت لشاشه اليوتيوب ويبعثوها للاخت وفاء، انا حنزل لكم الرابط بتاع التواصل معها ان شاء الله، او الرقم بتاعها للتواصل معها على الجروب. ده اول حاجه، حصلوا على ورشه تطبيقات الذكاء الصناعي في الهندسه المعماريه، وكنا في الجروب بنتنا صور من اعمال البشر. كذلك برضه حاجه ثانيه على السريع، عندنا برضه طبعا اكاديميه ذوي الدخلك عامله معنا تعاون جميل، وقررت انها تدي الناس ثلاث مقاعد ميدانيه بدوره اسمها دوره اداره التنافس. هي دوره مفيده جدا بالنسبه للفريلانسرز ولاصحاب الاعمال الناشئه والمشاريع الناشئه. تحديدا يعني هي ممكن نقول بتحل السؤال المعتاد اللي تقريبا اي صاحب عمل ناشئ بيواجهه، او الكلمة الرد اللي بيلاقيه من اي عميل، وهو انه اعرف واحد بيشتغل نفس الشغل بسعر اقل، يعني هو الهدف من الفرصه انه يحل المشكله دي. فامل ان الناس برضه تستفيد ان شاء الله، من تحاول تستفيد من فرص المقاعد اللي هم اتاحوها ان شاء الله، ونحاول نكلمهم ان شاء الله يعملوا مقاعد اضافيه ان ممكن. طيب كذلك ممكن قبل ما ناخذ الاسئله، في معانا دكتور ايهاب سند، وفي برضه دكتور احمد هارون، اعتقد دكتور احمد هارون بس ممكن ما تيسر له ان يكون معنا، ما شايفه داخل معنا في الميتنج. لو هو داخل باسم مستعار اخر ممكن يعني يدينا خبر، لكن نحب نسمع تعقيب من دكتور ايهاب سند وهو يسمعنا الان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طبعا تعريف صغير، هو دكتور ايهاب سند هو من قدام الاساتذه اللي بده يشتغلوا في مجال الريفت والبيم، يعني وقدم معنا دورات في مجال البيم مانجمنت كانت جميله جدا، فاترك لك الميكروفون. مرحبا، اولا ارحب بكم جميعا، وتحيه للمهندس عمر سليم اللي احنا بنعتبره احد رواد البيم في العالم العربي، ونعتبر احنا مرجعيه بالنسبه لنا جميعا. احنا طبعا لنا كاكاديميين دور اساسي في الطريق نحو البيم، في عمليه تعليم البيمبنج انفورميشن موديلنج وادماجه في العمليه التعليميه بشكل اكبر، وماشي العمليه دي ماشيه بشكل متزايد يعني في الفتره الاخيره وكده. فعلى سبيل المثال بشارككم بشكل سريع التجربه اللي احنا خضناها في جامعه القصيم كليه العماره والتخطيط في تطبيقات على مقرر ديزاين ستوديو 6 اللي هو اسمه انتجريتد سيستمز ستوديو. فاحنا اللي عملناه انه بنعطي الطالب مشروع متكامل فيه معماري وانشائي وميكانيكال تكييف
اباء لايف سيفتي، لكن بنطبقه بشكل كامل على الريفت. خلينا نقول هي مش ممارسه كامله بتاع البيم، لكن هي مدخل نحو ان الطالب يطبق البيم يعني بطريقه يعني مبدئيه، بيشتغل كل الانظمه على ملفات مثلا ريفت، وبيعمل لينك للملفات مع بعض، بيعمل 3D coordination في نهايه المشروع. واحدى التجارب كانت في الفصل الاول العام الماضي، اخذنا مبنى قائم في مدينه الرياض، مبنى متعدد الادوار، الطلاب رفعوا عليه اعاده تاهيل فيها الفورت دايمنشن داخل في الريفت نفسه. يعني احنا رفعنا المبنى اسبلت، كل طالب رفع المبنى اسبلت. بعد كده طبعا في الريفت عرفنا المبنى كاكزيستنج بيلدينج، بعد كده اضفنا المراحل لرفع المشروع، بحيث انها كانت تقدر تقول اللي هو نيو كونستراكشن والاعمال الازاله كلها عرفناها على برنامج الريفت بشكل مباشر. يعني كان الفورث دايمنشن حاضر معانا فيها. ويعني اذا اي واحد فيكم دخل على حسابي في تويتر، في احد الطلاب في الفصل المعني كان عامل فيديو، انا عامل شير للفيديو بتاعه في الصفحه بتاعتي في تويتر او اكس، منصه اكس. ففي مراحل المشروع بتاعه كان طالب متميز جدا اسمه علاء السقا، فكان في عدد كبير يعني المشاريع المتميزه في هذه التجربه، بس حبيت اشارككم الفكره. ايضا ملاحظه اخيره، مداخله اخيره، في مصطلح رائج الان اللي هو مصطلح ديجيتال توينز، ما اعرف اذا كان سمعتوا عن هذا المصطلح او لا، لكن يعني بس حبيت اعرف المصطلح بشكل مبسط عشان ما تو بي كونفيوزد مع مصطلح بيم، لانه كلمه ديجيتال توينز والمصطلح ده هو نفس مصطلح البيم لكن بصوره اشمل واعم. يعني بمعنى ابسط، البيم موديل نفسه يعتبر ديجيتال توين للمبنى. يعني بمعنى اخر، اي نموذج بروتوتايب ديجيتال انت بتعمله لاي عنصر في الواقع باعتبار انه يعني ديجيتال بارلل موديل، يكون فيه كل العناصر الموجوده في المبنى الحقيقي مثلا، او حتى ممكن يكون نموذج لطائره او غيره. فمصطلح ديجيتال توين بدا يروج الان، وحتى بدا يستخدم في عالم البيم باعتبار انه البيم موديل يعتبر ديجيتال توين. بس ده اللي حبيت اقوله، واشكركم جدا، وشكرا للاخ يوسف. اوكي، يعني حقيقة سعداء بمداخلتك دكتور إيهاب، وسعداء جدا. يعني على مدى فترة طويلة جدا يعني نستفيد من خبراتك دائما في البيم وكده، واكيد يعني ما بتقصر. في بعض الناس حطلب منك انك تنزل برضه على الجروب ان امكن، بحيث انه اي واحد حابب يستفيد من خبراتك وكده يقدر يوصل لك ان شاء الله. ايوه تمام. ايوه انا عارف دائما بتعبك معي، يعني بجيب لك زحمه وطلاب و... احنا في خدمه العمليه التعليميه والدمج انفورميشن موديل تحديدا. انا ده شغل. ايوه الله يخليك، يعني احنا دائما عارفين ان انت حضرتك يعني مهتم دائما بالحديث، ومهتم بان الناس دائما يتعلموا في الميم اكثر واكثر. طيب اعتقد دكتور احمد هارون انا ما شايفه، ان هو موجود يعني ممكن يدخل مباشره، واذا ما موجود او ما يعني تعذر عليه ان يكون معنا، فممكن نبدا نشوف بعض الاسئله. طيب ممكن نبدا بالاسئله. في يوزر اسمه RRXUI، وتقريبا اول واحد رافع ايده من فتره طويله من قبل ما الاسئله تبدا، فممكن اتفضل. طيب اذا هو ممكن ما سامعنا، ممكن
ندخل على اليوزر اللي بعده ونرد عليه هو لاحقا. عندنا محمود محمد. السلام عليكم، ازي حضرتك يا هندسه؟ وعليكم السلام. حضرتك سامعني كويس؟ ايوه سامع. تقريبا هو اليوزر اللي قبل كتب السؤال على اكمل انا ولا استناه هو يكمل؟ والله تبي تفضل انت ونحن نقرا السؤال بعدك على طول ان شاء الله. تمام. انا بس كنت بشكر مهندس عمر، الله يجزاه الله عنا كل خير. هو زي ما دكتور ايهاب كان بيقول يعني رائد يعني من رواد البيم. انا كنت بس حابب اوجه بس سؤال لمهندس عمر. انا دلوقتي في الباص بتاع البيم ديفلوبر، يعني انا شغال دلوقتي بذاكر سي شارب مثلا ورايح في الاتجاه ده، تمام؟ وانا اصلا ديزاينر انجينير ان ستيل ستراكشر، كنت عايز مصدر كويس اتعلم منه بارامتر ديزاين راينو وجراس هوبر بشكل احترافي. دورت كتير يعني اغلب المصادر اجنبيه. انا الحمد لله الانجليش بتاعي كويس، بس لو في مصدر عربي بحيث ان انت تتعلم حاجه جديده بلغتك الام ده بيبقى شيء كويس، علشان دايما الورك فلوز في الاستراكشر بيجي لك اصلا الموديل راينو معماري، المعماري بتاعه راينو، وانت بتبدا بقى ديزاين انجينير تؤدي بقى على الساب او الايتاب، وبعد كده تؤدي الريفت. اكيد حضرتك عارف الورك فلو، يعني اتعامل في كذا مشروع في بعض الشركات، منهم مشاريع في اليوم اسمها سكاي فيليج. يعني لو حضرتك عندك فكره يعني ايه الترتيب المنطقي للكلام اللي انا بقوله، او لو في حاجه مش واضحه انا حاسس ان انا برضه ايه اتلخبط شويه. يعني ايه فين المصدر كويس اتعلم منه جلاس هوبر او بارامتر ديزاين بشكل كويس؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه قبل ما اجاوب لازم طبعا نشكر استاذنا دكتور ايهاب على الكلمه الجميله اللي استفدنا منها، ربنا يكرمه ويجزيه كل خير. يعني انا سعيد ان يعني ابقى معاك في مكان واحد عشان الواحد يتعلم منه ويستفاد منه. طيب بص يا الفاضل، بالنسبه للراينو وللجراس هوبر، الراينو والجراس هوبر انا اشتغلت عليهم وعملت لهم شرح، لكن في ناس كتير احسن مني شرحت الراينو والجراس هوبر. عندك دكتور احمد حسب، ليه برضو فيديوهات على على اليوتيوب. هتلاقي مهندس عمر الجندي برضو عمل سلسلة حلوة جدا تقدر تبتدي منها. في دكتورة مي عبد السلام ومهندس حسن عبد السلام عاملين برضو شرح كويس جدا وسلسلة ممتازة، وبدأوا يدخلوا الـ AI معاهم في الجراس هوبر والراينو. وطبعا أحسن حاجة ممكن تتعلمها اللي هو الشركة نفسها، لأن عاملين شوية أبديتد حلو قوي في آخر إصدار. أنا اشتغلت مع المكتب بتاع زو حديد في مشروع، فكان حاجة قوية جدا طبعا يعني ان انت تشتغل ورا ناس عمالقة في الراينو جراس هوبر، بتحس كده ان هو عنده حتة استئصال بيشكلها. فبدأت ان انا احاول ان انا اعمل نفس الحركات دي في الريفت، تتعمل كل حاجة تتعمل منها. وفي دلوقتي كذا مشروع معمولين بتقدر تنقل بيهم الجراس هوبر للريفت بشكل سهل جدا، حاجات كلها معمولة في سبارك قوي جدا في القصة دي. اعتقد ان انا وصلت طبعا عندي. هو ميزته ان هو مجاني واوبن سورس، وبيربط كل حاجة ببعض، تمام؟ فده من ضمن معلش ايه هو ده ستاند الون ابلكيشن ده لوحده ولا منفصل ولا ادن جوه؟ حلو قوي السؤال ده. بص يا الفاضل، هفتحه لك دلوقتي، هعمل شير تاني، تمام؟ و هفتح لك الويندوز اهو، اظن كنت شايف الشاشه كلها. ف هوريك البرنامج. البرنامج ده عباره عن برنامج عباره عن ادنس لكل حاجه، تمام؟ بمعنى خلينا نشوفه لك كده، اس بي اي اهو، ده اوبن سورس مجاني. بيعمل بقى كونكشن بايه؟ ده اللي انا هوريه لك دلوقتي، اللي هو انت مش هتصدق ازاي ده مجاني، وازاي بيربط لك الادفانسد ستيل ده تبعك مع الاوتوكاد مع السيفل 3 دي مع الداينامو مع النفس وركس مع الكيو جي اس لو حد مهتم بالكيو جي اس مع الريفت مع الارك جي اس ارك كاد الاي تابس. يعني تقدر تعمل شغل على الراينو وتقول له ودولي الاي تابس، تلاقيه ظهر عندك في الاي تابس مع السي اس اي بريدج، تمام؟ فده اعتقد ان ده افضل حل ممكن تلاقيه.
وسهل جدا في الاستخدام. انت مجرد ايه بتعمل موديل على اي برنامج وتقول له ارفعه على الموقع وافتحه لي بقى على برنامج تاني، ياخد من السكتش اب وياخد من 3 دي ماكس وياخد من ريفيت وياخد من كل حاجه. فده اعتقد احسن حاجه ممكن تبدا بيها. زائد ان في كذا مشروع كده، يعني في مشروع مثلا اسمه انسايد ريفيت، تمام، بيقدر ياخد من الراينو من الجراس هوبر ويدخل في الريفيت على طول. انسايد ريفيت. طيب معلش هو ازاي بس بستفسر، بس لو حضرتك عندك تجربه مع الكيسه دي فهيكون يعني هيكون احسن. طب هو ازاي اصلا، طب انا لو هصدر له مثلا اناليتيكال موديل من ريفت او هدي له موديل ريفت واقول له وديه لي على الساب، هو ازاي يعني هو في الاوبشن ده وفي الاوبشن ده فهو اوبن سورس، في الاوبشن ده فهو لغى تولز كتير مثلا زي سي اس اي اكس وسي اس اي لينك، ولا ده الاوبشن ده مش موجود فيه؟ لا موجود فيه، انت بتسطب الادنس جوه الاثنين، فده بيعمل امبورت وده يعمل اكسبورت ويبدا ان هو يشوف كل حاجه في كل مكان. ففي وبيفهم بيفهم 100% اناليسيس، يعني ده عمود وده كاميرا ودي مش اي سي كده وخلاص. هو اوبن سورس، هو اوبن سورس، فاي سؤال بتبدا ان انت تحطه بتلاقي الناس تقول لك طب والله ادينا يومين هنبرمجه، يعني بالشركه واحده المسؤوله. يعني على سبيل المثال انا اتعرفت على الريفت سنه 2007 تقريبا او 2006، ورحت قعدت مع الوكيل بتاعهم في مصر وقلت له في، يعني هو شرح لي الريفت فقلت له في حاجه انا شايفين ان الريفت محتاجها، لحد الان الشركه ما عملتهاش، تمام، اللي هو لما اجي اصدر السكادول قلت له انا عايز اصدرهم كلهم مره واحده ويصدرهم في ملف اكسل واحد كل السكادولات اللي موجوده دي. في ادنس كتير معموله ببلاش، ولو سالت يعني انت حضرتك مبرمج فتقدر تقول انها بتتعمل في ثواني، ممكن تتعمل في ساعه ولا ساعتين، وموجوده في الشرح كتير قوي، لكن هي الشركه ما حطتهاش لغايه دلوقتي، انما دي عشان هي اوبن سورس فهتلاقي ناس كتيره بتطور وتصلح فيها والحاجات دي كلها، تمام. فلازم تجرب الموقع دوت وتجرب الراينو، الاثنين ممتازين جدا صراحه. هوريك الراينو اهوت، راينو انسايد، عاملين فيديو ان انت بتسطب في الراينو وتستقبله في الريفت على طول. عن تجربه الاثنين كويسين، لكن ممكن وانت شغال في مشروع حي تلاقي فيه مشكله تتطوع بقى تكلم الدعم الفني عشان ايه يقول لك على الحل بتاعها ازاي. زي اي برنامج، يعني ما بقولش ان هو في اخطاء، لكن اقصد ان في دعم فني قوي هناك. جربه، هو مجاني، يعني انا مش هاخد حاجه ولا الشركه تاخد حاجه، هو مجاني فلازم تجربه. وزاد ان هو بيربطك بالاي بي اي، يعني لو انت عندك حاجه خاصه بيك انت مبرمجها تقدر تاخد من عندك وتصدر لبيت البرامج. تمام، شكرا جدا لحضرتك. امرك يا استاذ، الله يكرمك يا استاذ. انا اكيد لازم اجربه طبعا باذن الله يا شمس. الله يكرمك، الله يكرمك وكلاوته خير، وانت بخير يا شمس. الله يكرمك. طيب جميل جدا، يعني ثلاث سؤال كان جميل، اجابه اجمل ومليئه بالمعلومات. نرجع للسؤال اللي هو كتبه الاخ RR، بس ممكن قبل حابب اذكر الناس لو في واحد لسه ما اخذ السكرين شوت ياخذها عشان ما تفوت عليه فرصه الحصول على الورشه مجانا. وطبعا هو بس هيعمل لها شير في السوشيال ميديا بتاعته وحراس الاختفاء بالرابط بتاع الشير اللي عمله. طيب نجي للسؤال اللي هو كان سؤال، هل بالامكان في برامج ثانيه غير الريفت لتطبيق البيم؟ في كتير جدا، يعني انا اعتقد ان بص برامج البيم ممكن نقسمها كذا قسم. البرامج اللي هي بتنشئ الموديل نفسه، برامج كرييشن، في برامج بتضيف الزمن، تمام، في برامج بتعمل حصر، في برامج بتعمل استدامه، في برامج بتعمل فاسيلتي مانجمنت، يعني في مجموعه كبيره جدا جدا من البرامج. ممكن نذكر كل واحده فيهم 20 برنامج في كل واحده فيهم، تمام. يعني عندك الريفت، عندك مثلا اركيكاد، وعندك تيكلا، وعندك ماجيكاد، كتيره جدا. يعني الخريطه اللي احنا كنا عرضناها كده بتاعت الهيستوري بيم، تمام، اهي في عشرات يعني في برامج كتيره جدا. فالفكره كلها ايه المشروع محتاجه، يعني انا في المشروع بتاعي محتاج ايه، تمام. انا بعمل لك شير هي الخريطه، الخريطه دي لو عملنا عليها زوم هحاول ابعتها لكم بصوره حلوه، يعني هتلاقي في كل شركه عامله لها برامج بتاعتها خاصه بيها، في حاجات خاصه بالانفرا، في حاجات خاصه بالبيلدنج، في حاجات خاصه بان انا اشوف المبنى هو بيتبني، في حاجات خاصه بان انا اشوفها في فيرتشوال رياليتي، في الاوجمانتد رياليتي،
لكن الميزه الاكبر من كده اللي عايزين نتكلم فيها موضوع الاوبن بيم، ان انا لو عندي اي برنامج بيشتغل في اي حاجه لها علاقه بالكونستراكشن اقدر اصدر الموديل واستقبله واشتغل بيه. يعني لو هنا مثلا مهندس تكييف بيشتغل بالهاب، تقدر تصدر شغل من الريفت او الاركيكاد للهاب ويقدر ان هو يقراه من غير ما يقعد يبذل جهد او ان هو يدخل غرفه غرفه، لا هو دخل كل الداتا كلها جاهزه. اوكي جميل جدا. طيب ناخذ سؤال ثاني من واحد من الناس اللي هم رافعين ايدهم، عندنا علاء مسعد او علاء مسعد مش عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عايزه اشكركم جدا على الورشه وبالاخص باشمهندس عمر عبد القيم، ربنا يجعله يا رب في ميزان حسناته ويزيده من فضله. في سؤالين سريعين بس. السؤال الاول، البيم طبعا فائدته بتظهر قوي في المشاريع الهندسيه الكبيره، بس هل فائدته هتظهر لو استخدمناه في الديكور مثلا في الانتيريور، ولا هيكون الفرق مش كبير قوي بينه وبين لو استخدمناه بالطريقه التقليديه بالذات لو في الديكور؟ السؤال الثاني، انا مش عارفه هو منطقي ولا لا، بس هو جه في دماغي، لو مثلا اي ظرف حصل خلى المعماري صمم المبنى او المشروع مش بالبيم، وفود الانشاء والمدني وبقية التفاصيلات هياخدوه بعده ويكملوا عليه، لو هم عايزين يدخلوه في البيم هيقدروا يدخلوه في البيم ولا مش هينفع؟ لازم المعماري من البدايه لازم يجيبوا مثلا المعماري يخليه يدخلوه من البيم من الاول. ومشكره جدا على تحت الفرصه لنا للاسئله. طيب باشمهندس، انت حضرتك تقصدي يعني مهندس ديكور صح؟ هو مهندس ديكور مش هيعمل تصميم 2D، لا هو 3D بس على طول، لو حد ايه عايز الشقه عملها خلاص تعالى بس صممنا شقه ديكور. طيب هو غالبا الناس بتستخدم السكتش اب او بتستخدم 3D ماكس، فنفس المجهود وان لم يكن اقل هيكون في الريفت. ايه المجهود اللي هو هيبذله بس في الاول؟ ان هو بيتنقل من برنامج لبرنامج، فممكن ما يكونش عنده مثلا البلوكات او ما يكونش عنده الفاميليز، فبيبدا ان هو يجمعها، لكن بعد كده بيلاقي مزايا كتيره جدا. زي ايه المزايا ديت؟ زي ان هو عنده الحصري طلع معاه جاهز، تمام؟ فيقدر يبعت يقول له انا عايز الحاجات دي كذا. زي ان هو عايز مثلا في شهاده الليد اللي هي بتاعت الاستدامه، في جزء خاص بالانتيرور ديزاين، لو هو عايز يعمل حاجه صديقه للبيئه ويبدا ان هو ياخد شهاده، او من غير ما ياخد شهاده يعمل حاجه صديقه للبيئه، فبيلاقي البرامج بتسهل عليه شغل كتير قوي. ففي فرق كتير قوي لما هو بيتعامل مع كتل ثابته. انا اشتغلت كتير او اشتغلت شويه على السكتش اب وشويه اقل على ال 3 دي ماكس، فبلاقي في اي برامج البيم سواء بقى ارك كاد او ريفت او بلاقي التولز اللي بتساعدني في ان انا اعمل حاجه مظبوطه بسهوله. خلاص المكتبه بقت موجوده معايا جاهزه، لو انا في اي لحظه عايز اعمل تطبيق للحصر او للكلاشات او كذا، اصل احنا مش بنعمل لوحه فنيه، مش احنا بنعمل حاجه هندسيه الناس هتعاش فيها، فعايز اتاكد من الراحه الحراريه، عايز اتاكد من الصوت، عايز اتاكد من الحاجات دي، فبلاقي التولز اللي سهل عليا بتاخد الشغل من البيم ويبدا ان هو يشتغل عليها. يعني كان في حد مثلا عايزين نعمل سي اف دي، دراسه لحركه الهواء في المكان، فهو كان بيستخدم برنامج اناليسيس للسي اف دي، كان تقريبا بياخد منه اسبوعين، فلما انا اديته الموديل بيم جاهز وانا ما بذلتش فيه جهد، اكتشف ان انا وفرت له تقريبا 90% من الوقت، مجرد ان هو بياخد الموديل جاهز ويعمل رن. فالفوائد اللي هترجع للمصمم الداخلي كتيره جدا، سواء حصر، سواء حل الكلاشات، سواء مثلا لو عايز يحط اللايتنج ويبدا ان هو يعمل اناليسيز ليها، بتبقى حاجه هندسيه مش مجرد حاجه شكلها حلو، تمام؟ فبيدخل شغل هندسه اكتر. بالنسبه لو مثلا المعماري ما عملش الحاجه، احنا ممكن بالنسبة مثلا لو هنعمل الاستراكشر او هنعمل الكهروميكانيكال، ممكن بنبدأ نحط حاجات بسيطة خالص، يعني بنحط مثلا الليفلات، بنحط الجريد ونبدأ ان احنا نشتغل، لكن ده بيبقى اسمه ليتل بيم، يعني بيبقى الفايدة من البيم اقل من لو انا عامل كل حاجة، لو انا معايا المعمار بتحصل، تمام؟ ساعات مثلا نروح قايلين ايه الكهروميكانيكال مطلوب بيعمل، طيب انا هحط الحوائط الاساسية اللي عندي، يعني هبدأ احط الحوائط الرئيسية والبواب الشبابيك الرئيسيه خالص، يعني مش هدخل الفينش مثلا، لا ده انا هدخل بس السمك بتاع الحيطه، السلالم لو انا محتاجها غالبا مش هحتاجها مش هحطها، يعني باخد لنفسي اقل قدر ممكن، يعني معماري ممكن كان هياخد فيها اسبوع على ما يعملها، لا انا بس هرسم اقل حاجه، تمام؟
لان مش مطلوبه مني، بس لما اكون موجوده بتوفر لي مزايا اكتر، زي موضوع حل الكلاشات، يوجد لي الكلاشات. لو انا مثلا مش عارف السيلينج فين والحاجه فين، فممكن اعمل شغل كهروميكانيكال، لما اجي ينفذ يكتشف ان السيلينج مش هيقضي، تمام؟ فهيبقى اسمه ليتل بيم. يعني انا استفدت، استفدت ان انا عامل الاستراكشر والكهروميكانيكال وحليت مشاكل وعرفت الحصر واوجدت مزايا حلوه، لكن مش هي كل المزايا اللي ممكن استفاد لو انا فعلا عامل التركيبه كلها كامله مع بعض، كل الديسيبلين مع بعض. تمام شكرا جدا. ما شاء الله عدد كبير من الأسئلة في المسجات، وفي أيضا يعني أشخاص ما شاء الله رافعين إيدهم، بس في يعني ممكن مداخلة من باشمهندس تميم يعمل لنا المداخلة بتاعته، يمكن مداخلة أكثر من أنها سؤال. اتفضل. طبعا باشمهندس تميم يعني من الناس الخبراء جدا برضه في موضوع البيم وموضوع الأنفيال إنجين تحديدا، كان لنا معه تعاونات سابقة وما شاء الله يعني السلام ورحمة الله وبركاته. صوت واضح الآن؟ أيوة كده الصوت واضح. يا مرحبا. أولاً أحب أشكركم جزيلاً، شكراً على المحاضرة، كانت شاملة كاملة وكانت مغطية لكل مجالات البي آي إم إس بنا فيها قبل كده، وحتى فيها أفكار جديدة يعني حتى ما مرت علينا في مجال العمل. أنا أشكر باشمهندس عمر وباشمهندس يوسف وباشمهندس الدكتور إيهاب، يعني حتى كان التعليق في طرف لسانية حابب أكتب تعليق ديجيتال توين، فهو لما شرح الموضوع يعني كان زي يقولوا تشيري أون توب في آخر المحاضرة، يعني كانت معلومة جميلة جدا. وأنا تعقيب حيكون بسيط جدا هو تشجيع للجميع الحضور والحضور الكريم، يعني أنا فعلا مجال البي آي إم حاليا بقى مطلوب، ونحن في عرض المعركة حاليا باستخدام البي آي إم، وحتى يعني في المملكة العربية السعودية لكل الشباب اللي عندهم اهتمام بعمل في المملكة العربية السعودية من عام 2024 هو العام الحالي، يعني فرضت حتى الهيئة الملكية وفرضت المنظمات الإنشائية كلها والمعمارية أنه يكون التصميم في البي آي إم جزء لا يتجزأ من التصميم الأساسي، وفي بعض الحالات يكون هو من الشروط. فأعتقد أنه هي وسيلة مستقبلية جدا وهي نظرية جدا فعالة، نظرية البي آي إم أنها يكون مضمنة في المشروع ليس كبرنامج فقط، وهي زي ما قال المهندس هي ميثودولوجيا، هي عبارة عن طريقة. يعني عندنا أصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية بيسموها The Bible of Architecture اللي هي في السنين الجديدة وهكذا. نحن حاليا بنشتغل بالبي آي إم ومعظم زي ما الباشمهندس ذكر باستخدام الواقع الافتراضي واستخدام أنريل إنجين باعتبار انها نظرة للمستقبل، زي ما عارفين في برامج جديدة كمان غير الأنريل إنجين، في عندنا توين موشن دي 5 وبرامج أخرى يعني مشابهة البايس ريندر إنجينز وغيرها، فكان بيعتمد على البي آي إم اعتماد كلي. فيعني موفقين يعني إن شاء الله. هو مرة ثانية نحن نشكر الجميع على الحضور ونشكر الباشمهندسين والمنسقين على الفرصة الجميلة دي، وبإذن الله نتقابل معكم في مراقبة أخرى. يعني باشمهندس وطبعا يعني نحن نلفت انتباهكم إن شاء الله أنه باشمهندس تميم نحن بنركز معاه برضه أنه يكون في ندوة مشابهة للحاجة دي حول موضوع الأنريال إنجين. يعني أنا بقول لكم باشمهندس تميم هو ممكن شخص يعني نبي، يعني هو قبل ما يشتغل في العالم العربي وكان شغال مع جهات كثيرة جدا في أمريكا وأوروبا، فهو شخص جايكم باستمرار يعني أجنبية، فحاولوا استفيدوا منه وما تفوتوا الحاجة دي. هو حب يعني وحب يترك الشغل هناك ويفيد الناس في العالم العربي بتاعته أكثر يعني. طيب ناخذ مزيد من الاسئله. طيب ممكن ناخذ سؤال مكتوب ونرجع ثاني لبعض الناس اللي هم رافعين ايدهم. طيب انا هحاول اخذ الاسئله بس بالترتيب. في مهندس هنا سأل تقريبا هل يمكن تطبيق البيم واستخداماته كمهندس حصر كميات ومستخلصات في المكتب الفني؟ طبعا هي الميزه ان انا بقدر اجهز مثلا شكل الحاجة اللي انا عايزها او ممكن اجيبها من مشروع تاني. يعني عايز مثلا حصر الحديد، الجدول بيبقى فاضي اول ما ابدا المشروع لسه ما اشتغلتش، كل ما ابدا اشتغل بيطلع لي الجدول اوتوماتيك، فوقت اللي انا ببذله في الحصر تقريبا صفر، ولو انا اشتغلت وحصل اي تعديل هو اوتوماتيك بيتعمل.
تمام، حتى لو المشروع مش معمول ريفت، مش مطلوب ريفت، ممكن انت تعمله لنفسك بحيث ان انت بتحفظ المشروع وبتتدرب على البيم وبتستفاد من التكنولوجيا. فابدأ ان انت تعمل المشروع حتى كنوع من انواع التدريب في المشروع اللي انت شغال فيه، ده هيفيدك كتير جدا. اوكي جميل. طيب عندنا برضو باشمهندس آيات مهدي، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك يوسف. نشكر هاي أكاديمية هاي تريننج على الهدوء والوكشة اللي قدمت لنا، وبشكر المهندس سليم على المعلومات القيمة وعلى الورشة الرائعة اللي فعلا ورث الناس بأنه التيم هو عبارة عن ناس تكنولوجي وبروسيس، ما الكلام اللي كان خاطئ اللي هو الناس فعلا كان بتقوله. الحقيقة كان أنا يعني استركتر بتاع ريفت، كانت أول ما تيجي تبدأ بداية في الريفت دائما بتسألني تقول لي أنا عاوز أبقيم فهتعلم ريفت، هذه كان أول حاجة تقال. أنا سعيدة جدا إن هي وضحت حسي في الورشة دي، وأنا عن نفسي طبعا بديت برضو الطريق بتاع البيم، وكنت طالبة عند دكتور إيهاب برضو بشكره من هنا، إيهاب سند استفدت منه كثير شديد، واستفدت منك برضو باشمهندس عمر سليم كثير من الإطروحات بتاعتك، وكانت معلومات قيمة وتحديد كمان الحتة بتاعت إنه أنا بشتغل شنو، لأنه كثير من الناس فعلا ما فهم هي تخصص يعني تخصص في شنو، أو هي حابة توجه لشنو بالضبط يعني. فعلا أنا عندي بس مداخلة بسيطة كده، مرت علي تجربة بأنه أنا كان كنت دايرة برضو يعني أستفيد من خبرة فيها، إنه أنا أعمل إيفالويشن لكمباني في مشروع وجهني، باعتبار إنه أنا أقيم هل المشروع فعلا ده هو معمول ريفت، سوري مش ريفت، بيم ولا ما حدا مسوت بتاعت البيم. دي كان أول تجربة بالنسبة لي، صراحة كان حسن جطة فيها شديد بأنه أنا طيب يأتي مسوت مثلاً أو يأتي قايتس يأتي شنو أنا ممكن أخده عشان أقدر أقيم بأنه المشروع ده هل هو فعلاً معمول بيم والشركة اللي اشتغلته، لأنه هو كان الشغل بتاع الأركتكتشر ديزاين كان شغالة وكمباني مختلفة عن الشغل بتاع الجزء بتاع الكونستركشن وكذا. فصراحة قريت كتير لكتبت كتير، رجعت لخبراء كتير من ضمنهم كان برضو دكتور إيهاب، في النهاية طلعت لي غايت وقايتس كده اشتغلت عليها، فدي كانت بالنسبة لي أول تجربة يعني. دايرس البردو لو تعرض لنا في الحتة بتاعت الإيفالويشنز، يعني إنه أنا كيف بقدر أعمل إيفالويشنز للحدث زي الحياة اللي أنا ذكرتها حالياً، وبردو لو زول داير يتوجه في الاتجاه بتاع الـsustainable elite، شنو مثلاً programs اللي ممكن نستخدمها عشان يقدر evaluate شي حاجات يعني. وشكراً لك وبشكر كل الناس القائمين على الورشة دي بالتحديد. طيب كل برامج الاستدامة دلوقتي بدون استثناء بتقبل شغل من البيم، تمام، وبتديله الشغل يعني. خلاص بقت فكرة ان انا ممكن اعمل شغل مثلا على اي برنامج، سواء بقى راينو، سواء تعمل على الريفت، سواء تعمل على الاركاد، واصدره مفيش اي مشكلة خالص. في برامج حلوة مثلا ممكن نتكلم عنها، مثلا في اوبن استوديو، ده برنامج من برامج القوية اللي ممكن تكون بداية في فكرة الاستدامة، وهنلاقي مشروعها شرحتها بالتفصيل. اوبن ستوديو، تمام، ده برنامج اوبن سورس ونقدر نحن نشتغل بيه بشكل حلو جدا، ونطلع تحليل لمبنى، وهو معتمد على حاجة اسمها انرجي بلس، وهتلاقي مشروع على بيم اريبيا خطوة خطوة ازاي ان احنا
نقدر نعمل تحليل المبنى وازاي ناخد الشغل من البيم ونصدره على الاوبن ستوديو. تمام. زائد ان اي برنامج موجود عايزه تشتغل عليه من برامج الاستدامه بيبقى الشغل من البيم بدون اي مشاكل خالص. تمام شكرا لك يا باشمهندس. يعني في مشكلة في الصوت؟ أوكي تمام. طيب ممكن ناخد برضه سؤال من الناس اللي سألنا على اليوتيوب. لو عاوز يعني يبدأ في البيم موديلر أو عاوز يشتغل كبيم موديلر فممكن شنو هو المطلوب منه؟ أنا بس عدلت على صيغة السؤال شوية. طيب لو هو عايز يشتغل يبدأ لسه في نفسه كبيم موديلر. طيب لو هو عايز يشتغل كمود مودلر ممكن يبدأ بس ايه يحدد ايه البرنامج اللي هو يشتغل عليه. تمام. حسب الدولة اللي موجود فيها، يعني الريفت منتشر مثلا في البلد عندنا، ممكن يكون هو ناوي يسافر ألمانيا فيبدأ يعرف ايه البرامج اللي موجودة في ألمانيا. يعرف منين؟ من خلال لينكد ان. يعني ده يدخل لينكد ان ويبدأ يدور على الشغل ويبدأ يشوف أكتر حاجة مركزين عليها. أنا كل فترة بعمل كده عشان أعرف السوق رايح لفين، فلاقي مثلا ده في مثلا برنامج ظهر جديد ابدأ أقرأ عنه، هل هو فعلا يستاهل الواحد يتعلمه ولا ما يستاهلش ان هو يتعلمه. فيحدد البرنامج، اكتشف مثلا الريفت هبدأ ان انا اشتغل عليه. في ناس بتعتمد ان هو يقعد يسمع 100 كورس، لا انا بحب ان انا اسمع كورس واحد بسلسلة بلاي ليست معينة اخلصها وانا كل فيديو بشتغل بطبق وبعد كده اخد مشروع اطبقه، ولو حاجة وقفت قدامي ابدأ ادور عليها ساعتها ببدأ ان انا اتعلم. اوكي جميل. طيب ندي مساحه لبعض الناس اللي رافعين ايدهم. باشمهندس نهله، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس عمر، ازيك؟ تحت امرك. الله يكرمك. انا كنت بس عايزه اعرف هو لو انا اطبق البيم سيفل بقى وعايزه اطبقه في الريبير، في ريبير المباني، هل ده هيبقى كويس يعني ولا هتبقى فايدته قليله واشتغل انا زي ما بشتغل عادي؟ ده سؤال. والسؤال الثاني عايزه اعرف ايه افضل المواقع الاي اي اللي بتتعامل مع البيم او البرامج يعني اللي بتتعامل مع البيم علشان ابتدي ادخل الاي اي مع البيم. بس عم رحيم. طيب هو السؤالين اللي جاوب عليهم محتاجه يعني وقت كتير جدا. تمام. يعني فكره ان انا استفاد من البيم في موضوع الاصلاح والريبار وان انا اقدر ان انا اعمل فيه الترميم والتقييم، دي حاجه ممتازه. تمام. يعني انا يعني بتعاون مع يعني بعض الجهات اللي هي في إعادة إعمار الدول العربية، فمن ضمن الحاجات اللي موجودة مثلا في غزة مثلا في مبنى موجود، طب نسبة المشاكل اللي موجودة فيها قد ايه؟ تمام. طب ايه الحاجات اللي موجودة نقدر ان احنا نعمل عليها مارك ان دي سليمة ونقدر نعتمد عليها، ولا المبنى مش هينفع ان هو يتعمل؟ فملخص الموضوع بيبقى كويس جدا ان كل عنصر اقدر اعمل عليه سيليكت واقدر اديله لون واقدر احدد نسبه المشاكل اللي موجوده فيه، اقدر ان انا اسجلها في الاوتوكاد. بيبقى الموضوع صعب شويه، انما في البيم ممكن ان انا اعمل الوان وممكن ان انا اخفي، اقول له مثلا اخفي لي كل الحاجات اللي ما فيهاش مشاكل وزر الحاجات اللي فيها مشاكل، وابدا اشوف حجم الضرر بتاع المبنى واقدر اخد قرار هل المبنى ده ينفع ان هو يترمم ولا لازم ان هو يتهد وهكذا. فالموضوع محتاج ساعات عشان نتكلم فيها لان هي حاجه يعني رسالة دكتوراه، حاجة قوية جدا. بالنسبة للسؤال التاني، في محاضرة كاملة كنا عاملينها وفي محاضرة برضو هتتعمل مهندس يوسف اعلن عنها، فهبعت لكم الفيديو. تمام. وحاولوا تسمعوا برضو المحاضرة التانية وتستفادوا ان شاء الله من الاثنين. فلو حضرتك موجود على الواتساب هشاركها على الواتساب ان شاء الله بعد اذن مهندس يوسف، لان هما برامج كتير قوي. ليه بقى برامج كتير قوي؟ لما نيجي نبص بنلاقي ان في انواع كتيرة جدا. في اي اول حاجه مثلا في برامج متخصصه ان انا اديله برومت هو يديني برومت. يعني السؤال اللي حضرتك سالتيه انا ممكن اخد السؤال دوت وابعته للبرامج من البرامج ال ام لارج لانجويج موديل
زي شات جي بي تي، زي جوجل بارد، زي في جيميت واحد، واقول له انا عايز استخدم البيم في ترميم المباني، هيبدا يقول لي حاجات كتيره جدا. وبعد كده ابدا اساله واخش معاه في تفاصيل، طب اول نقطه اشرحها لي، ده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي. في نوع تاني اقول له اعمل لي صوره معينه لمبنى، او ادي له صوره انا صورتها للديكور واقول له اعمل لي ستايل تاني، ده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي. في نوع ان انا ادخل مثلا، وده يعني اوتوديسك شغال عليه بس هي معتبره سر، ان هو ايه في الاوتوكاد وفي الريفت وفي البرامج دي كلها، ادخل اقول له اعمل لي مبنى في 10 ادوار واعمل لي الاعمده 50 سم في 50 سم، فيعملها. يعني مجرد ان انا هكتب تكست يعمل لي دوت، تمام. ده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي. في نوع مثلا يعني في عشرات الانواع، مش نوع واحد من انواع الذكاء الاصطناعي. كونكس مثلا ده موقع عربي معمول، ببدا ادخل اقول له انا عايز فيلا ابعتها كذا في كذا، ويبدا ان هو يعملها لي، تمام. ده موقع قوي جدا، يعني موقع كونكس دوت. في ام ان ام ال، ده الدكتور محمد عبد الشكور، تمام، جامعه الجلاله، عامل موقع بديله صوره وهو يبدا يعمل لها انواع كتيره جدا من الريديزاين، ويوجد لي افكار وحلول. يعني اديته مثلا مبنى جامعه المنصوره، طب صممها لي كانها من خشب، طب صممها لي كانها من رخام، ده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي. فعشان كده هي محتاجه محاضره طويله عشان نقدر نغطي جزء صغير منها. طيب تمام. بس يا ريت حضرتك تفتكر بس تشاير المحاضره. حضرتك موجوده على الواتساب، لو مش شرطتهاش النهارده قول لي وانا ابعتها على الجروب ان شاء الله. خلاص اوكي، شكرا يا باشمهندس. اوكي تمام، معلومات جميله جدا. طيب في عندنا باشمهندس احمد البرياردي تقريبا، مش قادر اقدر اسمه كويس، المهم هو حابب يستفسر عن البيم ستاندرد، يعني طيب حابب يبدا فيها طيب بص يا ده الفاضل، لو عايز تبدا من البيب ستاندرد انسى كل الكلام ده، خش على الايزو 19650، حمل الكتاب واقعد اقراه، افهمه وطبقه احسن من كل الكلام ده. يعني الكتاب مش هيكلفك حاجه، وقريته وفهمه مش هيكلفك حاجه. المواقع ديت مكلفه جدا، تمام، مكلفه جدا، يعني تقريبا مش فاكر $1000 حاجه زي كده. فاشتغل على الايزو اقراه وطبقه، هتستفاد كتير جدا جدا. ولو حاجه مش واضحه تعمل سيرش على النت هتلاقي مشروح ان شاء الله. تمام. كان لي سؤال اخر برضه من على اليوتيوب، قالوا سؤال يعني دائما بيلاقيني كثير، برضه حابب اسمع اذا حضرتك، اللي هو في البيم هل افضل اشتغل بريفت ولا ارشيكات؟ والله بص، انا بالنسبه لي ما دمت انت عرفت الفكره، اي برنامج هيجي لك هتشتغل عليه. يعني سيبك من الاثنين دول، هقول لك الاجابه دلوقتي. لكن لو انا اتعلمت نفس وركس مثلا، ده برنامج بيعمل الزمن، وبعد كده رحت لسينكرو، بتلاقي نفس الافكار، فبتلاقي ان انت بتتعلم حاجه زي كده في وقت قصير. على سبيل المثال، في واحد راح لشركه جوجل، وهو الراجل طول حياته متخصص في لغه برمجه سي شارب، وفاهمها ومتشربها 100%، لكن فوجئ ان هم عايزين جافا، تمام، هو ما عرفش حاجه عن الجافا. ايه الجافا دي؟ قالوا له ده لغه برمجه. قال لهم خلاص امتحنوا فيها بكره، تمام. وهو ما عندوش نت في البيت، النت عنده ضعيف، فراح دخل على النت عند جوجل. جوجل بالمناسبه عندها النت قوي شويه، فراح حط الفلاشه وحمل شرح بتاع الجافا، وهو عنده الفهم وعنده المبدا وعنده المعلومه، فقدر يتعلم لغه كامله في يوم. ليه؟ هو ما بداش من صفر، وعنده فكر البرمجه وفهم البرمجه، فراح تاني يوم وامتحن ونجح، تمام. دي قصه حقيقيه. فلو انت اتعلمت اي واحد فيهم هتلاقي سهل جدا تتعلم التاني. انا اتعلمت الاثنين، بس مش بتعلم لمجرد التعلم، انا بلاقي شركه بتقول لي المشروع ده يتعمل بالبرنامج الفلاني، تمام. فالاركيكاد كانت في شركه شغاله فيه في الامارات، وكان لها فرع في اسكندريه، وحاليا بيشتغلوا بيه مثلا في سوريا، في بعض الدول يعني في اتفاقيات السياسه وكده صعب ان هم اوتوديسك تباع فيهم، فبيشتغلوا بالاركيكاد. فلو انت قدامك رحت سافرت مثلا الدول اللي بتشتغل بالاكد، هولندا مثلا، وقال لك احنا هنشتغل بالبرنامج ده، لو انت عارف الريفت هتقدر تتعلم برنامج تاني في يومين ثلاثه، تمام. انت خلاص فاهم الفكره، بس الزرار ده فين، الزرار ده فين، كان نزل اصدار اوتوكاد ونزل اصدار تاني، فبس تعرف الحاجات وتلاقي الموضوع سهل جدا. تتعلم اني اللي بيجي لك في المشروع. احنا مثلا كان عندنا في شركه من الشركات كان البيم مانجر ما كانش يشتغل ريفت قبل كده، واحنا كلنا شغالين ريفت،
لكن هو فاهم الكونسبت، فكان عارف برنامج معين كان اسمه ايكو سيم. فلما بيجي له سؤال بيقعد يتخيل دي موجوده ازاي ويعمل سيرش على النت سريع يجيب لنا الاجابه. فاتعلم اللي مطلوب منك في السوق. يعني لو انت في مشروع جديد ورحت وقال لك ده لازم تتعلم البرنامج الفلاني، فانا بتعلم عشان اشتغل في الشركه دي وابدا فيها. فانت بتشوف الاكتر في المنطقه بتاعتك، لقيت ريفت مطلوب اشتغل ريفت، اركيكاد انا ماليش دعوه باي شركه من الشركات، المشروع اللي موجود اشتغل بيه. يعني مدينه مصدر مثلا اللي هي في الامارات اشتغلوا برنامج مختلف عن كده، اشتغلوا تقريبا مع شركه ايكوسيم. خلاص لو انا موجود هناك وطلب مني هتعلم ايكوسيم وربنا يكرم ان شاء الله. اوكي ممكن على برضه كتير من المهندسين ممكن لما بيسال السؤال الصوت اللي موجود دلوقتي حاليا في الاكتر في مصر الريفت، خلاص بخش الريفت. لكن في شركات في مصر بتشتغل ببرامج تانية ومش لاقي حد ده، يعني في شركه عايزه تشتغل ببرنامج اسمه ايكو سيم ومش لاقي حد. خلاص عندك فرصه ان انت تقعد 3 4 ايام تتعلمه وتخش، هتلاقي سهل جدا ما دام انت فاهم ريفت صح مش مجرد حافظ. جميل جدا. طيب عندنا باشمهندس احمد البرادعي، تفضل. تفضل يا باشمهندس. طيب هو لا يسمعنا فممكن باشمهندس زايد هندي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشمهندسين الله يعطيكم العافية، يعطيك العافية باشمهندس عمر. انا من متابعينك، انا كنت موجود مع جروب شبكه الناس العلماء الجزائريين لترجمه ايزو 9650 مع بلانرلي للعربيه. تمام شمس. حي الله. انا الباك جراوند تبعتي بالبم مش يعني عم فكر اتجاه تماما في عملي، ولكن انا حاليا جيت المانيا من الاردن، انا سوري جنسيه، كنت على الاردن جيت المانيا مشان كورس الماجستير. هلأ أنا مش عارف أتجه باتجاه كنت عم بفكر عم خطط بالشكل هذا، ولكن أحد النصائح وصلتني من المهندس بلال الدريدي إنه أدرس الأركيتكتشر مش أدرس البيم والأي آر والفي آر، وهدول الأشياء كنت أدرسهم كبرامج منفصلة. فأنا بدي أعرف من خبرتك، من واقع خبرتك الواقعي، هل هذا الشيء هي التوجه صحيح إني أدرس أركيتكتشر عامة وأدرس هدول الأشياء كبرامج منفصلة، أم ابحث عن تخصص فعليا في المانيا بيتخصص بالمجالات هذول الثلاثه اللي شايف انه هم المستقبل حاليا؟ ما بعرف توجهي صح ولا خاطئ، ولكن يهمني رايك جدا. لا انا اتفق طبعا مع مهندس بلال الدريدي ان انت حاول ان انت تخش في العماره واصل يعني نعم. البيم او السوفت وير ممكن تتعلمه، يعني في بعض الجامعات بتعلم الفكر نفسه وفي بعض الجامعات بتعلم السوفت وير. ف الجامعات اللي بتعلم الفكر وتعلمك فكر العبارة والحاجات دي احسن بكتير جدا من الحاجات اللي هي بتعلم برنامج. البرنامج ممكن لو دورت على اليوتيوب تلاقيه، لو رحت شركة وقعدت تتدرب معاه هتلاقي نفسك اتعلمته. في ناس كتيرة يعني نعم. فانا انا اتعلمت انا بتكلم على البرامج التانية، قرأت الايزو 9650 نعم. ولكن انا كان انا ما بعرف اذا في عندهم شيء ادفانسد، مش هيك انا عم اسالك انه ما بعرف اذا في عندهم شيء. ما كل البرامج ربما اجلوا كل البرامج اللي موجوده في المانيا تمام، عندهم برامج خاصه وعندهم برامج ما ترجمتش الانجليزي لسه موجوده بالالماني ومش عايزين يترجموها. لكن عندهم مثل البلان حاليا يستخدم في أول قول بلان للناس المؤسسين هناك، اتكلمت معهم كذا مره لان هم عايزين يدخلوا الشرق الاوسط تمام، بس نعم. مش قادرين، يعني شركه اوتوديسك اقوى في الدعايه بكتير يعني. اوتوديسك بتصرف كتير في موضوع الدعايه وبتاخد فلوس مقابلها كتير. فالمهم هتلاقي قول بلان عامله قناه بالانجليزي تمام، وانا تقريبا القناه الوحيده اللي شرحت قول بلان بالعربي، فهتلاقي البرامج سهل ان انت توصل ان انت تتعلمها يعني. انما الشهاده ان انت في العماره وقعدت مع دكاتره متخصصين في العماره لا، زي ما دكتور بلال قال احسن بكتير يعني. تمام كل الشكر لك يا عمر. ما انا الان ساتجه هذا الاتجاه. ربنا يفتح عليك، ربنا يفتح عليك. الله يحفظكم، الله يحفظكم دكتور. الله يحفظكم.
طيب بشكر سؤالكم ودخلتك. طيب ناخذ معنا برضه سؤال اخر كده من ناس اليوتيوب. يقول هل الوصول للبيم كوردينيتر يتطلب فهم جميع تفاصيل البيم موديل؟ مش مطلوب تعرف كل الحاجات، لكن هو مع الوقت ومع الخبره بتعرف الحاجات الاساسيه في كل ديسيبلين. يعني بتبقى عارف مثلا هديك امثله كده سريعه، يعني مثلا تبقى عارف ان مواسير الدرينج ما ينفعش انها تطلع وتنزل. مثلا كان في احد الاجتماعات مع مهندسين المان، هو مش متخصص في الحته دي، فقال لك احنا ماسوره الدرينج هننزل ونطلع بيها وحاجات زي كده. فمع الشغل تبدا تعرف حاجات معينه، مش هتلاقيها في كتاب معين، او انا ما شفتش كتاب معين، ممكن حد ادرى مني يقول لي اذا كان في كتاب معين او فيديوهات معينه بتشرح التفاصيل دي، لكن هي جت مع الخبره مع كذا مشروع بتبدا تعرف كل الحاجات المعينه. انا مثلا رحت نقابه المهندسين وخدت كورسات في التكييف وفي البلامنج وفي الفاير عشان ابدا افهم الفكره بتاعتها وايه علاقتها بالعماره وايه علاقتها وهكذا. فمع الوقت انت بتبدا تدخل في القصه ديت، مع الاجتماعات بتبدا ان انت تتعلم، كل ديسيبلين بتعلم منه حاجات، لكن مفيش انسان سوبر هيرو، وده اللي الناس كتير بتخطئ فيه، عارف كل حاجه في كل الاقسام، ده مستحيل. انت ممكن تلاقيه فاهم بعض الحاجات اثناء الاجتماعات، بدا يفهم جزء هنا يفهم جزء هنا، لكن مش هتلاقي واحد عارف كل حاجه. ما قابلتش انا مدير مشروع عارف كل حاجه، بيبان من الكلام تخصصه ده معماري، ده تخصصه انشائي، ده تخصصه بلامنج وهكذا. لكن وحد فاهم كل حاجه، دكتور فاهم كل حاجه، لا مستحيل. انت بتلاقي كل واحد تخصص في نقطه، لكن بقيه الحاجات بيبقى عارف فيها الحاجات اللي متعلقه بالشغل بتاعه. ان يعني لو هو مثلا تخصصه كذا، بيبقى عارف ان القسم الثاني تعرضات لما تحصل ان واحد فيهم مثلا اللي المفروض ان هو يحرك. يعني لو في مثلا كشاف اتعرض مع سبرينكلر او اتعرض مع ان واحد فيهم اللي يتحرك، مع الخبره بيبدا ان هو يدي اولويه لحاجات معينه. اوكي جميل. طيب خلينا نرد سؤال اخر بيسال عن هل الريفت ام اي بي مطلوب بنفس الشكل؟ الريفت ام اي بي مطلوب اكتر. ليه؟ لان المعماري اثناء الدراسه بتاعته بيبقى فاهم 3 دي وفاهم الفكره وفاهم، فبيبقى سهل جدا ان هو يتعلم. هو كذلك شويه الاستراكشر الام بي نادرين في السوق، فهو لما يكون ميكانيكا او كهرباء ويبدا ان هو يتعلم في مجال البيم بيكون الطلب عليه اكتر. اوكي جميل. طيب ناخذ معنا اخر سؤالين من محمد عبد الله ومريم. خلي محمد عبد الله يتفضل. تفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. محمد عبد الله حسن من السودان. اهلا اهلا اهلا. كيف الاخبار؟ الحمد لله تمام. اشكركم جزيل الشكر على هذه الفرصه والله، والورشه الجميله جدا للباشمهندس ابو سليم، باشمهندس يوسف، جميع الحاضرين والمهتمين بعالم البي اي ام. لو سمحت بس عندي سؤالين. السؤال الاول بالنسبه لنا احنا كمهندسين بادئين في المجال بتاع البي اي ام، الناس الناشئين يعني بالذات يعني في السودان، يعني المجال بتاع البي اي ام والهوس يعني الناس ما مطلعه عليه كثير، فدورنا نحن كمهندسين ان احنا كيف نقدر نوصل المعلومات للعملاء او للشركات انها تقدر تتعرف على المجال اكثر وتقدر ممكن لو رفعت صوتك شويه بس عشان الصوت منخفض حبه. ايوه لا بس من الناحيه نحن كمهندسين بادئين في المجال بتاع البي اي ام، كيف نوصل المعلومه للعملاء وللشركات انها تتعرف على المجال اكثر عشان نقلل من الكوست، من الويست كوست اللي هو يكون فيه اهداف في المواد، ونعرفهم اللي هي دي الحاجه المهمه من المجال بتاع الخواص من المجال بتاع البي اي ام. احنا دورنا نحن نقدر نوصل المعلومات دي كيف؟ كويسه الطريقه ان احنا نقدر نوصل اكبر معلومه للعملاء ولل في ثقافه اللي هي بعيد شويه الناس من المجال. الناحيه الثانيه بزاد من الشركات اللي هي ممكن تتيح الفرص للتدريب في المجال بتاع البي اي ام. انا اخذت ام اي بي انجينيرنج مع باشمهندس جمال، اشتغلنا البي اي ام
تعرفت على المجال بتاع البي اي ام من الناحيه بتاعت هي الانظمه كلها صراحه كده هي فتحت لي مجالات كثيره. انا بعيده مني كمهندس معماري كويس فبزل برضو من الحاجتين. شكرا جزاكم الله خير. الله يكرمك. استاذ محمد انت موجود في قطر صح؟ ايوه انا كلمتك. تمام. طيب بص يا دكتور فاضل بتقنع اللي قدامك بايه؟ كل واحد بيبقى ليه الحاجه بتاعته. مهندس يوسف طبعا استاذنا في الحاجات ديت لكن هو كل واحد بيبقى ليه المدخل بتاعه. يعني ممكن واحد المدخل بتاعه هو راجل يعني اكاديمي وفاهم وكل حاجه فتجيب له دراسات جامعيه ان في فوائد للبيم كذا وكذا وكذا. ممكن واحد مش فارق معاه الحاجات دي فتقدر تثبت له مثلا ان في شركه قدرت توفر مثلا 2 مليون فساعتها يقول لك انا هعتمد الحاجه دي. ممكن واحد تاني شغال موجود في دولة فالدولة دي بتغير من دولة تانية بتقلد دولة تانية او عايز تاني فتقول له ده دولة مثلا الامارات وقطر بدأت في الموضوع ده طب احنا هنعمل زيهم. فاهم؟ فكل واحد بيبقى كل عميل بيبقى ليه المفتاح او المدخل بتاعه. انت لازم تدرسه الاول كويس قبل ما تتكلم معاه تعرف ايه النقطة لان المسؤول الكبير دوت غالبا بيبقى مسموح ان انت تتكلم معاه 3 دقايق. فلو هو مش مهتم بالحاجة دي بالاحصائيات وانت كلمته في الاحصائيات فانت خسرت ان انت تتكلم معاه تاني. اعتبر ان انت هتقابله في الاسانسير وقدامك 3 دقايق فلازم تبدا معاه بالكلام اللي يقول لك ايه طب تعالى خش معايا المكتب انا عجبني الكلام. دي اول نقطه. تاني نقطه حضرتك كنت بتتكلم على اظن المكاتب اللي موجوده في قطر او السؤال التاني كان ايه؟ السؤال كان بالنسبه للشركات اللي ممكن تتيح. لا بص الشركات اللي ممكن تفتح فرصه دي الشركات اللي موجوده في قطر في كتير شغال بالبيم بالذات في كاس العالم. انا كنت باحث مساعد مع مجموعه من الدكاتره كنا بندرس هل قطر تطبق البيم ولا لا لكن بعد ما شفنا السوق وشفنا الوضع اللي كان حصل في دوله عربيه شقيقه طبقت البيم وكده قلنا لا ما يبقاش اجباري في الدوله لكن يكون في المشاريع الكبيره بتاعه الدوله. تمام. فده كان وجهه نظر انه انا اصغر واحد فيهم وقال واحد فيهم وجهة نظر الدكاترة ان لا يعني ما نخليش اجباري على كل المشاريع لا على الحاجات بتاعت الدولة والمشاريع الضخمة والعملاقة والحاجات دي كلها. فاغلب الشركات عشان تاخد مشاريع من الدولة في الاستادات والحاجات دي اشتغلت في البيم ففي كتير لكن فكرة التدريب بيبقى صعبة يعني محتاجة ان انت تعرف حد جوه الشركة تكلمه فهو اللي يمهد لك الطريق. تمام. يعني لازم علاقات شخصية هي ما بتجيش غير كده. يعني هتبعت السي في صدقني مفيش حد هيقول احنا هنعين حد والحاجات دي كلها الا لو هو استفاد منها ودي النظام ده مش موجود في الدول العربيه موجود في الدول الاوروبيه ان بيبقى ليه مزايا لو درب ناس او بيبقى فيه اجبار ان هو درب ناس. فلازم تقعد بقى تسال العلاقات الشخصيه طب ينفع تدرب مثلا شهر او شهرين طب لو ما لقيتش ما توقفش على اساس بعد شهر لما تقدم السي في تقول لهم انا متدرب على مشروع كذا افترض مشروع وهمي وحاول تطبقه. تمام. يعني انت ماشي في الشارع الشكل مثلا بتاع المدخل بتاع المترو شكله غريب حاول تعمله 3D وحط الصوره بتاعته في قلب الشغل بتاعك. انت كده عملت تريننج مع نفسك واعمل تريننج وحط صور حتى لو مشاريع وهميه او مشاريع اتعملت فعلا وبتكتب ان دي انا طبقتها بايديا لمشروع ما اشتغلتش فيه مع شركه ساعتها انت خلاص بقى عندك الميزه عن حد تاني ما اشتغلش بايديا. اوكي طيب ناخذ معنا اخر سؤال من مريم. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عمر سليم مشكور جدا. استاذي سؤالي هو حول البيم في الجزائر استخدام البيم يعني حديث النشأة يعتبر حديث النشأة في الجزائر وانا كمهندسة معمارية يعني في الجزائر وكيف يعني اتجه نحو البيم يعني كيف يكون النهوض بالبيم هنا في الجزائر ومن خلال يعني البيم هو يعني تقدم لي اكثر من نظري رغم انه كان عندك يعني معلومات نظريه فالاهم انه يكون او يعني تتمكن من البيم انه تطبق في يعني يكون تطبيق اكثر من نظري ومشكورين. حضرتك بتسالي ازاي نبدا في البيم مثلا؟ السؤال كيف نبدا في البيم في يعني
يعني مع انه يعني هو جديد النشأة، يعني حديث النشأة في البلد، يعني مش كثير نطبق البيم. طيب مشاريعنا يعني ماشي. انا اقول لحضرتك حاجه، انا اول ما بدات في البيم الكلام ده كان سنه تقريبا 2007 2008 حاجه زي كده، ما كانش حد سمع عنه ولا، وكان لسه بيبتدي جديد وكل حاجه. كنت بعمل ايه؟ كان اي شغلانه بتجي لي اوتوكاد وانا شغال كنت بعملها بيم واصدرها اوتوكاد، تمام؟ فانا يعني بعمل الوقت كان بياخد مني وقت اقل، بدرب نفسي بتعلم وهكذا. فكان بيبقى مطلوب مني اعمل حاجه اوتوكاد اعملها بيم واروح مديله نفس الستايل بتاع الاوتوكاد ونفس الشغل، واروح مزود عليها حته كده 3D دي مني، تمام؟ بعد كده في المشروع التاني يقول لي فين ال 3D؟ لا 3D ليه سعر مختلف، فانا مش محتاج ان حد يقول لي ابدا، لا انا هبدا واجبره على ان هو ياخد الشغل بتاعي، بالذات لو انا شغال في ريلانسر او براحتي اقدر ان انا اعمل الموضوع ده كتير. ممكن حتى تاخد شغل من اب وورك وفريلانسر وحاجات ديت بعد ما تكون اتعلمت الاساسيات، وتروحي مطبقه عليه شغل البيم وتقدر تعملي كل اللي انت عايزاه. وبعد ما تعملي البيم ممكن تدخليه على فكره الاستدامه، ممكن تدخليه على فكره الفاسيلتي مانجمنت، تضيفي مزايا كتيره جدا فيه، تمام؟ بحيث ان انا بتدرب وفي نفس الوقت بديله اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت بعرفه عمليا في المشروع بتاعه ان في تكنولوجيا حديثه هتطلع لك شغل بصوره افضل، 3D فيديو، اوجمانتد رياليتي، فيرتشوال رياليتي، اضيف بعد الزمن، كل الحاجات دي. فالفكره نبدا منين؟ في قنوات كتيره، منها مثلا بيم ارابيا مشروح فيها ازاي نشتغل على بعض البرامج، ومكتوب في سلسله كده اسمها جاست بيمت. جاست بيمت بيشرح فكره البيم والمفهوم وطريقه الاستخدام باسلوب يعني بسيط ومش محتاج كمبيوتر، يعني ممكن واحد يسمعه وهو سايق العربيه مثلا. اوكي تمام جدا. حقيقة يعني شاكر لك جدا يا باشمهندس، يعني وقتك الثمين، كمية المعلومات المفيدة اللي اديتها للشباب والمهندسين، واكيد يعني ده العكس من عملك دائما، انك تجهدك وجهدك كل اللي نشر العلم دائما، سواء بالندوات، سواء في مجلة وفي قناة بيم أرابيا. ربنا يجزيك يعني عن كل اللي تعمله، كل خير. احب اذكر ينزل الصورة بتاعتها في السوشيال ميديا عنده في اي منصة ويكتب عنها ريفيو. وبعد كده نتوقف على عقد نهاية الاجتماع مباشرة ان شاء الله. طبعا الاجتماع نحن عملناه مسجل ننزل لكم التسجيل بتاعه بحيث انه الناس يقدروا يراجعوا منه المعلومات يستفيدوا منها. كذلك يعني لو في اي اشخاص اصدقاء معارف تقدر تضيفوهم برضه للجروب، الجروب ايضا مفتوح، فتقدر تضيفوهم للجروب فيقدروا يدخلوا على الورشه. طيب في حد تقريبا بالنسبه للكلام عن السكرين شوت ما كان اسمه، ايوه بس انه في ورشه لتطبيقات الذكاء الصناعي المعماريه كنا تكلمنا عنها او اعلنا عنها في الجروب البارحه، وهي بامكان الحضور انهم يحصلوا عليها مجانا، فقط بس مطلوب منهم انهم ياخذوا سكرين شوت لشاشه الميتنج اللي قدامهم الان ويشيروها في اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي الخاصه بهم ويكتبوا ريفيو عن الورشه. ده بس المطلوب منكم، بعد كده يتواصل معنا عشان يحصل على الورشه بتاعت الذكاء الصناعي، يتواصلوا مع الاخت وفاء، انزل لكم الرقم بتاعها ان شاء الله. كيف شكر لكم جميعا حضوركم، ونشكر يعني كل الناس اللي سالوا وكل الناس اللي حضروا وكل الناس اللي دخلوا معنا بالمداخلات، وطبعا نشكر برضه باشمهندس عمر مره اخرى يعني على كل المعلومات القيمه، واكيد هو يعني ما حيقصر معنا في اي معلومه نحن نحتاجها دائما في موضوع او في اي حاجه هو عنده فيها خبره دائما كما عودنا.
أتمنى لكم إن شاء الله يعني أوقات سعيدة، وطبعا كل عام وأنتم بخير.